تقدر تصلح فيها لحتى تخوض معركتي بتصميم وتنفيذ الازياء. واخر شيء بفقره فولو مي اند وين رح تربحوا بدل هديه هديتين. اخر موضه بموسمه الجديد الاحد 4 بعد الظهر على الجديد. مواضيع مختلفة، نصائح فنية اجتماعية صحية وآراء سياسية واقتصادية، كلها من تبعها بصباح اليوم. صباح اليوم الجمعة 4 كانون الأول 2020، برحب فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا بلبنان بكل أنحاء العالم. بهالحلقة من صباح اليوم رح تكون معنا الفقرات التالية: برج اليوم مع جمانة وهبة، اتصال مع غرفة عمليات التحكم المروري لنعرف أكثر عن وضع الطرقات، عالشاشة مع دوري السابة تنحكي عن أفلام عيد الميلاد، مش غلط مع ساندرا فواز والمعلومات عن تأثير كورونا فيروس على الجسم، هن مع رنا حايك يلي شغلها ما بيشبهها، سوق العمل مع مروة خلف تتخبرنا عن فرص عمل ووظائف بكافة المجالات، فنجان القهوة مع ضيفنا محمد درغام رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية فيخبرنا عن خطة سير الضاحية 2020. من الأرض رح تكون معنا زينة زغزغي من قلب الضاحية تتاخد رأي الناس بالخطة الجديدة للسير، تنعرف أكثر مع أليس مغبغبة ومهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية، لبيروت مع بشير مجاعز تخبرنا عن بيروتتنا هالنشاط الثقافي الاجتماعي والفني اللي رح يكون طول فترة الأعياد بأسواق بيروت، إلها حل مع دكتور علي خليل متخصص بعلاج السمنة وزيادة الوزن عن طريق التنظير تخبرنا عن آخر التطورات والتقنيات، رانيا حايك من أيليد رح تكون معنا نعرف أكثر عن الخطة الإعلامية، وأخيراً آخر أخبار وتحليلات الصحف مع الزميل شادي خليفة والحدث مع الزميلة نانسي السبع. دني وجوه وعتاب، وجوه تحمل طبيعة البشر تحكي وبتعبر، في وجوه ترعب وما بتريح، بعض الوجوه انتهازية تحمل خبز وكذب، تحكم المجتمعات بتسوق لأفكار وإيديولوجيات، وجوه لأحزاب بتحاول تقنع تستغل تدوب الشخصية والهوية، كمان في وجوه بتشد تجذب بتريح، منا بيحمل تعابير تجارب طويلة خطوط وتجاعيد من الخبرة والحكمة، وفي وجوه ملائكية تضحك للسما والسما تضحك من خلالها. باختصار، ناس تحمل أكثر من وجه، الوجه الاجتماعي اللي بيساير وبيشارك نتحكم فيه لنعطيه لنفسنا صورة معينة، وفي وجهنا الإنساني يلي بيفضحنا أوقات بتعابيره. مهما يكن، أهم شيء جدارتنا نشبه صورة ربنا، وجدارتنا نعكس وجه وواجهة حضرتنا، إما بلون المشرق أو بلون الخجل والعار. وكل وجه بربارة وأنتو بخير. أهلا وسهلا فيكم مشاهدي تلفزيون الجديد ومشاهدي برنامج صباح اليوم، هالبرنامج يلي ببلش دايما من الساعة 8:30 وبيستمر لغاية الساعة 10:30 مع مواضيع، مع أخبار، مع أفكار ومع ضيوف من كافة المجالات بنستقبلهم تباعا طيلة هيدي الساعتين. نحن يعني على أبواب الأعياد، اليوم عيد البربارة، بعرف في كتير ناس احتفلت امبارح وفي ناس عم تكفي الاحتفالات بين اليوم وبكرة، ينعاد عليكم وعقبال كل سنة. أما بداية صباح اليوم مثل العادة بتكون مع برج اليوم وجمانة وهبة. صباح الخير، واليوم 4 ديسمبر 2020 وتوقعاتنا لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، فلك عم يتحدث عن فترة متأرجحة عم بتعيشها في العمل، ولكن مشجعة لمعالجة الأزمات المفتعلة ضدك من أحد الزملاء. وأما عاطفيا رح يتجدد النقاش بينك وبين الشريك على نفس المواضيع السابقة.
مولود برج الثور، فرص المصالحة مع الشريك تبدو متوفرة قدامك، ولكن الأجواء بيناتكم ما زالت معرضة للاهتزاز بعلاقتك معه. وأما العازبين بعدكم كأنه عم بتعيشوا حالة من عدم اللا استقرار في الحب، وأما مهنيا لربما ترشح نفسك لمكان مهني جديد. مولود برج الجوزاء، لربما تتعرض لسوء تفاهم أو حواجز مقصودة في العمل، والفلك عم يتحدث عن فرملة لطموحاتك أو إنجازاتك أو ترقي كنت أنت ناطره. وأما عاطفيا كأنك عم بتعيش حالة حب من طرف واحد، وبكل الأحوال تبدو وحيد في الحب حاليا. مولود برج السرطان، عم نشوفك غير راضي عن الواقع المهني اللي عم بتعيشه، ولكنك مضطر للتأقلم معه حاليا بانتظار اللحظة الحاسمة. وأما عاطفيا كأنك أو تبدو مستبد بقراراتك وتصرفاتك مع الشريك. مولود برج الأسد، الفلك عم يتحدث عن ترتيبات أو تسويات لأمورك المهنية، وتوقع مفاجآت ومستجدات طارئة في العمل بالإضافة لارتياحات صحية. وأما عاطفيا يبدو أنك محاط بالشائعات والتوترات الكلامية في الحب، بالرغم من كل هيدي الأجواء تبدو متفائل جدا. مولود برج العذراء، الفلك عم يتحدث عن تعديل ببرنامجك في العمل، فأنت أمام خيارات وإنجازات جديدة ومجالات متنوعة. وأما عاطفيا توقع أجواء مميزة في الحب بالمرحلة القريبة، والوضع العاطفي عندك رح تعطيه الأولوية بدون أي تردد. مولود برج الميزان، التغييرات المقبلة رح تفرض عليك اتجاه جديد وأسلوب آخر بالتعامل مع كل الأحداث، وتبدو مجتهد جدا على تطوير وضعك في العمل. وأما عاطفيا عم تشعر بالتشويش بعلاقتك مع الشريك، ولربما تعيش مغامرة عابرة في الحب. مولود برج العقرب، الفلك عم يتحدث عن احتكاك أو مواجهة مع أحد الزملاء أو مع فريق عمل على الصعيد المهني. وأما عاطفيا عم نشوف تفكيرك إيجابي وتقديرك للظروف اللي عم بتعيشها بعلاقتك مع الشريك، ولو أنه الواقع غير هيك. مولود برج القوس، لربما تكون عم تسعى للانتقال إلى عمل تاني بالإضافة لانشغالات ببعض الأمور العائلية. وأما عاطفيا قد تعيد النظر بكل تصرفاتك مع الشريك، ورح تنجح في معالجة بعض المواقف السابقة لتصحيح أوضاعك العاطفية. مولود برج الجدي، الفلك عم يتحدث عن مواقف محرجة أو زعل بعلاقتك مع الشريك، وتبدو متابع ممتاز لكل شاردة وواردة مرتبطة فيه. وأما مهنيا لربما تستفزك ظروف العمل أو المستجدات اللي عم تحصل بدون أي رقيب أو حسيب عليها. مولود برج الدلو، توقع تغييرات جذرية في محيطك المهني، إن كان بالمواقع أو المواقف أو مكانك في العمل، وخصوصا للعايشين فراغ مهني، والظروف تبدو مساعدة لك للمباشرة بوظيفة جديدة. وأما عاطفيا لربما تتوتر علاقتك مع الشريك، فانتبه. آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت، يلي كمان عم يستفزه شريكه العاطفي وعم يصعب عليه معاملته بالمثل، ومضطر للسكوت حاليا، وكأنه مولود برج الحوت منتظر اللحظة الحاسمة ليحكي كل اللي بقلبه. وأما مهنيا قد يلجأ مولود برج الحوت إلى تحريك إحدى الوساطات المهمة لتحسين ظروفه المهنية. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا لهيدا النهار. لقونا بكرة بأخبار جديدة. ضلكم بألف خير، وباي باي. شكرا لك جمانة وهبي على كل حال. بس اسمع هيك الابراج، وبس اسمع شو مخبيه للناس، بصير اقول ان شاء الله دائما بايجابيه، لانه بعد في شهر تنخلص ل2020، فان شاء الله ما نقول لما تبلش ل2021 الله يرحمك يا 2020 كنت بتجنني، لانه اسوء من هيك ما بعتقد بقى رح يصير. بننتقل من برج اليوم لحركه المرور. رح نكون باتصال مع غرفة عمليات التحكم المروري، وتحديدا مع المؤهل أول جهاد أبو زكي، اللي رح يطلعنا على حالة طرقات لليوم الجمعة. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك المشاهدين. تفضل. نعم، بداية بهالأثناء بدي شير عن جريح نتيجة تصادم بين مركبتين وانقلاب أحداهم على أوتوستراد لبوار. نعم. باتجاه الجبال، ودرج من المفرز المعنية مفرز السير جوني عم بيعمل على تسهيل السير. بالنسبة لباقي مداخل بيروت، المدخل الشمالي عم بيشهد حركة كثيفة جوني باتجاه بيروت، وأيضا من النقاش أنطلية جل الديب حتى نهر الموت والدورة باتجاه الكارانتينا. الكارانتينا في توقف للشحنات ليتم إدخالهم على المرفأ، موقفين على الأوتوستراد مسببين زيادة بحركة السير الصباحية.
المدخل الشرقي حركة ناشطة من عرية باتجاه بيروت وكثيفة أحيانا، وأيضا المدخل الجنوبي من خلدي باتجاه أنفاق المطار حركة كثيفة مع توقف، ومن الأوزاعي باتجاه جنيح. ضمن بيروت الإدارية المدينة الرياضية باتجاه جسر الكرة حركة ناشطة، والسير القادم من الطيوني حتى بشارع الخوري وشارع الحمراء الرئيسي عم بيشهد هالأثناء حركة ناشطة للسير. إحصاءات حوادث السير خلال فترة ال 24 ساعة الماضية واللي نتج عنها أضرار جسدية، مجموع الحوادث 6 للأسف نتج عنهم 11 جريح، مخالفات السرعة الزايدة 822 مخالفة ضبطوا خلال فترة ال 24 ساعة الماضية، مخالفات القرار إداري التعبئة بخصوص التعبئة العامة، عدم وضع كمامة 337 محضر ونظموا خلال فترة ال 24 ساعة الماضية، أيضا منع تجول 76 محضر. بدي أرجع ذكر المشاهدين أنه ممنوع يتجولوا، مضمون قرار وزارة البلدية والداخليات يمنع التجول الخروج واللوج إلى الطرقات اعتبارا من الساعة 11 ولغاية الساعة 5 صباحا من كل يوم، وإلزامية وضع الكمامة حفاظا على سلامتهم من هذا الوباء. ولمزيد من المعلومات نرجع نذكرهم انه بيقدروا يتابعونا لحظه بلحظه مواقع التواصل الاجتماعي او الاتصال الساخن اللي هو 1720. شكرا لك، انتم كمان يعطيكم الف عافيه وتضلكم بهالهمه ومتابعين كل امور المواطنين، شكرا لك. اما هلا مشاهدينا فبنتقل لعالشاشه. كالعادة بها الفقرة بتنضم لألي الزميلة دوريس سابا المنتجة والكاتبة. دوريس اللي بتجي من آخر الدنيا هلأ نظرا للمشوار الطويل. صباح الخير دوريس. صباح النور. كيف كل مرة بنقول ذات الانترودكشن، يعني ما في شيء جديد غير أني جاي. وانت أصلا بتحدي وزير الأشغال. لكن ما عندي مشكلة شخصية معه، بس عندي مشكلة مع كل وزراء الأشغال المتعاقبين، إنه وخاصة برجع بقول ابن الشمال. بعرف إنه كل الناس بتعاني من العجقة، بس ابن الشمال بتبلش عجقته تخيل من شقة ليوصل على بيروت. صحيح. فإنه بحس هيدا هدر من الوقت، يعني عندك 3 ساعات. مش قصة عجقة، قصة كمان على الأوتوستراد، يعني هو ما في غيره أوتوستراد كتير تعيس وكتير عاطل. كيف يعني ما بدنا النادي والناشط. لا خلينا نرجع على السينما. خلينا هونيك بيسكول. أنا وياك دايما يا بدنا نبلش بغير شيء بدنا ننهيها بغير شيء. صحيح. فدوريس اليوم هيك نبلش بالأحمر، وحسيتك بلشت تفوتي بمود وأجواء عيد الميلاد. مريات هلا قلتي لي اليوم وعيت الساعة 5 الصبح أمك عم تزين الشجرة. إيه اليوم نايمة أنا، سو سمعت صوت بول فكرت حالي تتدحرش. سو قلت أنه معقول مام خلصت الكريسماس تري بالليل، انه ما بعتقد. سو وعيت لقيتها عم تزبط، كانت الساعه 5:30 الصبح. طيب حلو، عم بتجرب هيك تفوت بالاجواء. بفتكر كل اللبنانيين اليوم يا في ناس عملت هيك رده فعل حطتها من شهر، يا في ناس ما قادره تحط شجره عيد ميلاد. ولكن صحيح. بكل الاحوال بدنا نعيد، بدنا يقطع هالعيد بخير وبسلام وبمحبه، وبدنا نصلي حتى نقدر نقطع عن جد هالمرحله يلي بفتكر كثير صعبه على كل اللبنانيين. صعبه وحساسه ودقيقه، ومنشان هيك نحن هيك على طول وجبتنا نبس شوي بوزيتيفيتي وهوب، وخاصة انه هيدا العيد بيحمل هيك فرح وسعادة وبيعني للكل، يعني فرح كل الطوائف بتحتفل. صحيح. فيه كل العالم بتحط كريسمس تري، فحلو هيك نفوت من الاجواء من اول الشهر. يلا بدك نبلش باول طبعا فيلم. اول فيلم ذا كريسمس كرونيكلز 2، هيدا الفيلم عمل عنه باي ذا واي هلا بدي اقول لك شغله كثير مهمه. هيدا الفيلم عمل عنه اول سيري ب 2018، ولانه حقق نجاحات كبيره قررت نتفليكس تعمل انه فيلم ثاني. بدي اقول لك ماريات هون نحن عم نحكي عن كريسمس موفيز، بس ضروري الاهل يكونوا واعيين بهيدا الفتره اولادهم شو عم تحضر، لانه ما كل الكريسمس موفيز لازم تكون اكسسبل للاولاد. وانا بنصح الكل في ويب سايت اسمه IMDB، بتحط تايتل الفيلم يلي بدك اياه وبيعطيك برسنتج قد ايه في فايلنس، قد ايه في عنف، قد ايه في مشاهد جنسيه ما لازم الولد يشوفها، قد ايه في قصص يمكن تكون بتروج للمخدرات. فضروري حتى لو ابننا او بنتنا عم يحضروا كريسمس موفي ما نتركهم، نعمل جوجل شوي عن الفيلم قبل. هذا الفيلم حقق نسبه نجاحات كثير كبيره بال 2018 مثل ما قلت، وذاتس واي عم يعملوا هاي سيزون 2. وبيحكي عن بنت هيك بتهرب بليله كريسمس من بيت اهلها وبتروح على نورث بول. تخيل يعني انا حلم حياتي اهرب وروح على نورث بول، وهنيك بتكون بمشن انها تحارب على طول اذا بدنا نقول الاشخاص يلي هن شريرين، لانه هن الهدف تبعهم انه يلغوا كريسمس ويلغوا سانتا كلوز فور ايفر. وبس مثل هذا الفيلم بتخيل حلو. ايه كثير حلو. ليكي ومريات
بالنسبه لكريسماس موفيز انه عم شوف شقان كانه حاضره انا لازم تكوني حاضره إيه. للتريلر ايه سو بالنسبه للكريسماس موفيز بدي اقول لك انه الحلو انه بتاخذي امبريشن انه رح ينتهي نهايه سعيده سو بتطمني بالك سو ويل هاف فان انه اتس ا كريسماس موفي مش رح مش معقول ولو ما يجينا اخر شيء خلينا اذا ما يجيبنا الهديه نشوف التريلر يلا واو ذس از انكريدبل وي هاف اوفر 300,000 شوبس ان ذا فيليج Everyone designed by Mrs. Claus. She designed this place. I think it should be called Mrs. Claus's Village. Me too. Well, I never thought of that. Of course you didn't. What is that? That is the Christmas star. Created by the forest elves in 312 AD. The star protects us and keeps us hidden. And I'm here to steal it. What's happening? I'm gonna make everybody forget that the North Pole and Santa Claus ever existed. Bellsnickel. This is bad. Without the star, the North Pole, the village, Christmas is doomed! Like for this year? Like forever. We can't let that happen. Christmas must endure. Let's do this. We have to stop him! Hold on tight. This might get a little rough. Isn't it dangerous out there? I'm arming you with these. You're arming me with cookies. حلو كثير هيدا الشيء بدهم يحضروا اولادك معي اكيد بدي اعمل لهم ريفيو بدي اعمل لهم كويز دروب كويز اولادي حلو يروحوا على الكولنار يعني اذا بتاخذهم معها مش رح يزعلوا سو الفيلم عن جد كثير حلو يلي منه حاضر اول فيلم يلي انعمل بال 2018 يحضروا منهم متصلين القصص ببعضهم بس اثنيناتهم حلوين اوكي ثاني فيلم اسمه جينجل جانجل الفيلم التايتل تبعه هيك رنان وبيشد الواحد يحضره كمان هو اذا بدنا نقول نيو ريليس لسنه 2020 أوكي. او عم ينعرض على نتفليكس وما كل الكريسماس موفيز لازم يحكوا عن سانتا كلوز والكريسماس تري فيها تكون من اجواء العيد طبعا. بس ديفرنت ستوري سو هيدا الفيلم بيحكي عن رجل كبير بالعمر بيصنع العاب وهيك اذا بدنا نقول جيرني وادفنتشر مع حفيدته وعلاقه الحفيده مع الجد تبعها باجواء كريسمس وباوجواء اذا بدنا نقول كلها ماجيك الحلو بهيدا الفيلم انه هنو عم بيصوروه صور بارت منه بيونايتد كينجدوم سو تخيلي انه الناس يلي عندها شوبس بتعرفي انه هنيك كثير بيعملوا كريسمس فيليجز هلا عم عندنا ناطرين كريسمس فيليج تخيلي ببيروت سو عم يعملوها بيونايتد كينجدوم في 80 شخص اتليست هن اصحاب محلات تركوا محلاتهم ليشاركوا بالفيلم از اكستراز يعني كومبارس وناس عم بتصور سو كانوا كثير متحمسين يشاركوا بهيدا الفيلم ومن هون بقول لك قد ايه عن جد صناعه الافلام وخاصه هيك نوع افلام بشغل الكل ويمكن ما بعرف بتكتشفي تالنت انت ما كنت منتبهتي له قبل از دايركتور وكمان الحلو بهيدا الفيلم انه اتس ميوزيكال وتخيلي انه ون اوف ذا بروديوسرز هو الفنان الشهير جون ليجند وهو كمان مؤلف سونجز بهيدا الفيلم سو مش بس الفيلم از ستوري حلو كمان الميوزك تبعه متوقعين انا كثير كمان تكون حلوه كمان معنا الاسرائيلي يلا Once upon a time, lived the greatest inventor that ever there was, Jeronicus Jangle. Merry Christmas! Merry Christmas indeed! Jangle, for the last 30 years, you've been promising something sensational. I need more time. Either come up with the money you've borrowed by Christmas, or show me the revolutionary invention you once promised. I would lose everything. What's wrong, Grandpa? Had a perfect life. Loving family and a magical shop. Till an old friend took it all. But he didn't get this. Young lady. If I know anything about your grandfather, there's something sensational in that. If I have that toy, I'll be unstoppable. It's foolproof. You are proof that there are fools. Fools, 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 fools. This is the only place I've ever been where I finally felt like I belong. We have to get Buddy back.
know about losing things, but the magic's in what you still have. Get out the way! Since I'm كتير فيهم سحر وكتير فيهم جمال أفلام هيدا الموسم. ماريات ما بس هيك، إذا بتلاحظي الأبطال تبع هيدا الفيلم هن Black People، وهيدا كان عم يمشي مع سلوغن Black Lives Matter، وهيدا الشيء الحلو يلي عم تعمله نتفليكس أو عم يعملوه صناع الأفلام، عم بيجربوا يفوتوا أو يعطوا leading roles للBlack People، لأنه بعد مشكلة البيض والسود كتير عم تاخد، يعني بعدنا بالقرن بسنة 2020 وبعده هيدا الموضوع ما انحل، وبعد في اذا بدنا نقول ما في ايكواليتي بين الاثنين. سو وقتها بتكوني عم بتفرجي ليدنج رول كاركتر من بشره داكنه، هيدا الشيء وخاصه انه الاولاد عم تحضر، هيدا الشيء بيربي جيل متقبل اكثر ومستوعب انه هيدا الاخر هو بس مختلف بلون البشره بس مثله مثلنا. سو حلو بكريسماس موفيز يتمرق هيك نوع أكيد. من المسجز. ثالث فيلم حذري شو اسمه، بس قلي حذري شو اسمه، بنأذن نوال. يي حلو. ايه تخيلي انه هذا الفيلم ماريات كان مسميينه نيكول، ما بعرف ليه، بس تماشيا مع الهوليديز وانه كريسمس وهيك قلبوا الاسم على نوال، وانستلي في كتير فرق. يعني انا التايتل بالنسبه لي هو كل شيء، لانه هو بشدك تتحضر الفيلم. صحيح. سو بين نيكول ونوال في كتير وخاصه اذا عم نحكي از كريسمس موفي اكيد. سو هذا الفيلم كمان في مسج كتير حلو من وراه، بس قبل خليني احكي عن قصته. بيحكي عن هيدي البنت يلي سانتا كلوز هو بيت قرر يتقاعد، ما بقى بده يشتغل هيدا الشغلة، وكمان عندها خي كمان ما بده يساعد بيه ويحل مطرحه، سو هي بتحل مطرحه. حلو. هيدا الشيء كتير باورفل وكتير مهم. ليه؟ لأنه نحن على طول ما منتخيل سانتا كلوز إلا رجل، ربيانين على هيدا الشيء، وهيدا الشيء ستيريوتايب، الرجل يلي عم يعطي جيفتس أو الرجل هو سيفينج ذا وورلد. سو بهيدا الفيلم أنا مصرة أصدق إنه موجود. مع بالي ما يطلع موجود. عم يحضرونا يمكن أولاد، أكيد موجود. ما فينا نقول هيك شيء. سو نوال هي البطلة تبع هيدا الفيلم، هي الشخص البنت يلي عم بتحل مطرح سانتا كلوز، وعن جد عم تكسر هيدا الستيريوتايب إنه سانتا هو رجل. خلينا نشوف هيدا التريلر كتير مهضوم، نرجع نكف حكينا عنه. Here's my hyperactive little reindeer. My name is Noelle Kringle. Morning, princess. My partridge in a pear tree underwear needs washing. Oh, well, then my Christmas wish has been granted. Christmas runs in my family. My dad was Santa, and now it's my brother Nick's turn to wear the hat. Stocking full of coal if I've ever seen one. He saved a kitten from a tree. Nice. Noelle, will your brother be ready by Christmas? Of course. He's a Kringle. I don't want to do this. No. This is great. No. Let it happen. Ah. This is not going well at all. Sometimes I dream about getting out. Well, you can't be Santa if you're having a nervous breakdown. You need to get away for the weekend. First time in 2,000 years, Santa has disappeared. I just said he should take the weekend off. We must have a new Santa. Gabriel, Kringle. Me? I'm in the tech department and loving it. What about a rescue mission? Do you mind telling me what you're doing? I'm going to get my brother, and you're coming with me. Stay right where you are. We are looking for Santa Claus. You don't tell anybody who you are. Where are you from? A little town up north. Or where you came from. Sir, it's a privilege to wear that suit. Put some pants on. So naughty. Christmas Eve is less than 48 hours away. This could be the perfect time to start an online delivery platform. We gotta find Santa. For thousands of years, we've jingled bells and delivered toys, and we must make sure nothing changes that. Your pants, they're jolly. They're yoga pants, like yours. These are my yogurt pants. No, yoga pants. I love yogurt pants. Downward facing reindeer. كتبتي لاتر لبير نويل؟
لا بعد ضايعة بطلباتي كتار ما لقيت غير السنة تكون طلباتك كتار دوري ما قللتن قلت أنا معودة كتير لازم تغرب لي حياتي هلأ السنة ضروري تغرب لي يعني هدية اتنين بالكتير ايه معك حق يعني كسر على بير نويل هيدا السنة لا أنا كاتبة ورقة أنا كاتبة ورقة طويلة عريضة كورونا وضع اقتصادي صعب ما في دولارات نسوا الموضوع باقي ببيته الزلمة ايه يمكن لا ما فينا نقول هيك للأولاد فينا نقول هيك للأولاد خلص سانتا جاي هذا الفيلم كتير حلو عن جد اسمه هيك بفوت البهجة على القلوب وبدي أقول لك انه هو ديزني برودكشن سو ديزني ما انا بشوف ديزني تخيلت انه اكيد رح يكون شيء كتير والريتنج تبعه على IMDB كمان كتير عالي هلا رح نشوف فيديو هو لكريسمس كرونيكلز 2 يلي حكي الفيلم يلي حكينا عنه اول مره بس رح نشوف بيهايند ذا سينز هيك انا كتير بحب شوف كيف تصور الفيلم سو خلينا هيك نشوف بارت منه كيف كان فينا نعلق نحن اذا بدك على الفيديو نحن عم نحضره بحب كثير ايه ورا الكواليس كيف عم بتصير القصص ليك اكيد بده يكون كان في كروما اكيد هيدا التقنيه مستعمله بثلاث ارباع الافلام يلي بتنعرض على ديزني وبتكلف اكيد هيدا التكنيك وكثير كان صعب البيهايند ذا سينز تبعهم يعني انا عم بقرا كنت عم بعمل ريسيرش بين انيميشن بين كروما اخذ معهم كثير وقت والبادجت تبعه للفيلم كان كثير عالي يعني ما نستهين بالديزني فيلمز ونقول هو ما بيكلفوا بالعكس هو اللي بيكلفوا اكثر من الانيميشن فيلمز عم نشوف كيف بيفور اند افتر كيف بتصير القصص تخيل انه بيكونوا باستوديو عم بيعيشوا الحاله إيه؟ وعم بيمثلوا في اولاد صغار يعني من دون ما يشوفوا ان ريل لايف او يكونوا عم بيصوروا عن جد ان ريل شوت بيقدروا يطلعوا كميه هيدا الايموشنز سو هيك حبيت صعب هيدا الشيء يعني صعب ولا في يعني صحيح. ايه مش هينه انه هو يمثل هيك ادوار حبيت اف ايه قصص ما بتخطر على البال نحن بنفكرها خالصة بعدين نحن عم نهدر behind the scenes تبع الموفيز بنقول اف قد ايه اخذ شغل وقد ايه وقت وتحضير انه شيء منه هين ابدا على كل حال قد ما حكيتي عنه لهيدا الفيلم حمست الكل انه يروح يحضره ضروري ضروري بعد شي عندك افلام دوري اخر فيلم منه فيلم اللي رح نشوفه هو تريلر عمله فان لهوم الون اوكي هوم الون هو يعني اذا بتحضريه كل سنه بكريسماس كل يوم ما بتزهقي لا ما هو اصلا ضروري نحضره بكريسماس ما بيقطع كريسماس هوم الون سو كثير الفانز عم بيطالبوا ينعمل هوم الون اذا بده تكون خاتمه هوم الون بس مع البطل الاساسي بس هو كبير سو ون اوف ذا فانز عمل له فيديو كثير حلو واخذ ضجه كثير كبيره على السوشيال ميديا لبلكي يشجع هيدا الاكتر يرجع اكيد مش هو بس انه يرجعوا يتحمسوا يعملوا هيدا البرودكشن لانه بعتقد انه الناس تنطر ترجع تحضر هوم الون لانه صح. كلنا طفولتنا قطع علينا بكل السيريز تبعه سو خلونا نحضر هيدا الفيديو My friend, I got that kid I was talking to you about here. Someone's at the front door. What do I owe you? Looks like you paid online. Keep the change, you filthy animal. Okay. He's back. Hey, Google, turn down the temperature 2 degrees. In his home. You might be demonstrating the failure to show appreciation. Christmas. Hello. I'm gonna put him on the phone and let you talk to him, okay? Means a new adventure. Each one of them is Jesus in disguise. Mother Teresa said that. 20th Century Fox presents... Mom? Kevin is older. Hey, Google, what's on my calendar today? You have one event called House to Yourself. Oh, yeah. But his tricks never get old. Hey, Google, be
begin Operation Kevin. Operation Kevin underway. يعني بين هو وصغير وكبر الشاب. So إذا بدهم يرجعوا يعيدوا ويكفوا السلسلة أو شيء بفتكر بدهم يفتشوا على حدا شوي بيشبهه حتى الناس قد ما علق براسه هو شكله هو صغير ومهضوم. هو كاركتر يعني no way. ما بيتكرر عن جد. ومن أكثر الأفلام يلي حققت نسبة مبيعات هائلة بكريسماس وحتى توب جروسينج يعني حتى برات كريسماس. يعني فيهم إيزلي يفكروا بيكفوا هالسلسلة مع يا ريت مع ناس جديدة ومع شاب جديد. قبل ما أختم معك دوريس هيك دايماً تعرفي في ناس بتبعت لي بتعلق على كل الحلقات اللي بتقطع وهيك. في زميل بلال لابان يلي بقول له صباح الخير بحب كتير سينما بيحضر كتير الفقرة تبعيتنا وبتابعها وبحييك أول شيء. فحبيت أنه علق أنه الأسبوع الماضي كنا عم نحكي عن دور مارغريت تاتشر مين قدي أفضل فزعل وعتب علينا أنه نحن عملنا إذا بدك مقارنة ما بين الفيلم وما بين المسلسل The Crown. فقال أنه حرام نكون عم نظلم بطلة المسلسل. وكمان قال أنه The Crown هو يلي نمبر 1 بالإنتاج وبكلفة الإنتاج على نتفليكس. يعني ما في أعلى كلفية. وقال لي الرقم بس أنا نسيت. قال لي يمكن الحلقة يمكن كذا مليون. صح هو دولار. من الافلام او السيريز يلي انكب عليه كثير مصاري واكيد رح يردها. وايه لا تجوز المقارنه. نحن قلنا هيدا الشيء بالحلقه بس لانه اخذ هيدا الموضوع ضجه على السوشيال ميديا حبينا بس بنقارن بهيدا الرول. مش انا بس هيك حبيت اوضح النقطه. وانا رح ضلني هيك اذا بدك باجواء الافلام دوريس لانه رح نتعرف هلا عن الافلام الفنيه الوثائقيه باف ورح نشوف فرين لهذا الموسم. شكرا لك دوريس. شكرا لوجودك معنا. ناطرتك الاسبوع اللي جاي دائما باجواء العيد هلا هالفتره. خلص كريسمس جريت. ثانك يو لك دوريس. وهلا لنعرف اكثر. I don't know. I don't describe it. I do it. A great jazz dancer has a strong sense of self. À l'époque où Renoir la peinte, elle ne se doutait pas que son portrait aurait un destin aussi mouvementé et tragique. Non c'è una definizione matematica della bellezza, però la vedi quando la incontri. نرجع مشاهدينا لنكفي ورح تكون معنا السيدة أليس مغبغب مؤسسة ورئيسة مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يمكن الصوت شوي واطي ست أليس. عم تسمعيني مزبوط؟ عم بسمعك منيح. هلا صار هلا صار الصوت بجنن. اهلا وسهلا. يعني انا بعرف انه مهرجان باف واجه كثير تحديات هيدي السنه سنه الماضيه بال 2019 اليوم بال 2020 قد ايه كان القرار صعب انكم ترجعوا بنسخه جديده؟ القرار ما كان صعب بس كنا بعاد انه نعمله. كنا قررنا انه ما في مهرجان السنة من بعد اللي صار سنة الماضي. كنا قررنا أنه مستحيل نقدر نشتغل مع المخرجين خارج لبنان ونبعث لهم مصاري وتبرعات ما أجينا. يعني كان مشروع مسكر مقفل. نعم. وهالمهرجان صار يعني بدعم وحماس أصدقاء لبنان اللي هن السفارة الأمريكية في بيروت والسفارة السويسرية والسفارة الإسبانية والبلجيكية والمعهد الثقافي التلياني والجوت انستيتيوت اللي هم داعمين المهرجان من أول أيامه. نعم. حبوا السنة أنه شو ما رح نعمل مهرجان. قلنا لهم كيف بدنا نعمل مهرجان؟ قال أنت جيب المهرجان نحن بنمشي لك كل شيء. هيك صار. والإيد بالإيد قدرنا نرجع نطلع من الركام. نعم. ونحضر هالنسخة يلي هي منا بكبر النسخات اللي مرقوا. نعم. أصغر بكتير لأنه بس بمسرح مونو يلي
حولني لصالة سينما. ما في شك سيد أليس، لأنه اليوم بوضع كورونا وبوضع أنه الصلاة والمعارض والأماكن، خليني أقول يلي عادة بينعمل فيها هيك مهرجانات، مكفلة. فكان لابد يمكن من أنكم تختاروا مكان واحد، وشو التغييرات يلي رح تطرأ أيضا على النسخة السادسة، خاصة من حيث الحضور؟ هلأ من ناحية الحضور، ماسك المفروض على كل شخص. نعم. من ساعة اللي بفوت على المسرح لساعة ما بيطلع على المسرح، الديستانسياسيون بين المكان، بين كل كرسي في 4 كراسي فاضية. نعم. هالشي يعني ما بيسمح لنا نستقبل كتير جمهور كبير، عشان هيك عم نطلب انه ينعمل البوكينج بالايميل ويأكدوا على البوكينج، لانه ما قادرين كمان نستوعب كثير ناس على المدخل، ولا نقدر نعم نترك كراسي فاضيين كثير لانه في كثير طلبات. وفينا نعم فينا ناخذ التواريخ ست أليس، يعني من المهرجان من بيستمر لتسعة كانون الاول. نعم. كل يوم من الساعه 3 للساعه 8 بمسرح مونو. نعم. اللي هو مجهز لعرض افلام هاي كواليتي وصوره وساوند، اللي عم نشتغل معهم كثير يعني انبسطت بالشغل معهم، لانه قدرنا نرجع نفتح صاله سينما ببيروت للمهرجانات، للسينما دار ايديسي اللي بيقولوا له بالفرنسي، اللي هو يعني مثل الفيلم الوثائقي او السينما يلي منا كوميرسيال. واليوم بلبنان طبعا مع الازمه اللي نحن فيها، الصالات يعني عم بتسكر سكرت. صحيح معظمها. صحيح في مشكلة بهذا الموضوع، ولكن اختتم المهرجان بفيلم مش وثائقي، فيلم فيكسيون سينما عن الفنان ميكيلانجيلو، لنطلب من الصالات انه يحاولوا يرجعوا يفتحوا هالصالات السينما، ونطلب من المؤسسات الثقافيه الاجنبيه يرجعوا يجيبوا هالسينما. هلا انا بفتكر انه المشكله ست أليس مش بصالات السينما، لانه اصحاب صالات السينما هن اذا بدك حابين كثير انهم يرجعوا، وحابين كثير انهم يفتحوا ويستقبلوا العالم، خليني اقول ضمن الوقايه اللازمه نظرا لجائحه كورونا، ولكن القرار هو قرار من الدولة يلي مقررة أنه تخلي هيدي الصلاة هي مكفلة لحد اليوم ولغاية اليوم، وهيدا الشيء عن جد عم ينعكس سلبا على أصحاب هالأماكن. مش بس الدولة المشكلة، إفلاس عام، أنه قدي بدك تبيع التيكت الدخولية على السينما لتقدري تشتري حقوق فيلم. صحيح صحيح، انه هالشيء مش ممكن يصير، ونحن هيدي واجهناها لنقدر نجيب بعض الافلام، وبعضنا جايين لاول مره بينعرضوا عالميا. قديش فيكي تبيعي التيكت لو مش من دعم هالسبونسرز والشركاء اللي عنا اياهم بالمهرجان؟ ما كان فينا نعمل شيء، ما بنقدر لا نشتري فلومه. الفيلم اللي بدك تشتريه ب 400 500 يورو قد حق المهرجان، قلت له كيف بدك تعملي مهرجان هيك حالي؟ في افلاس عام، اول شيء في افلاس عام. بعدين الدوله يعني ما تواخذيني اخر همنا شو بتقرر، نحن يعني ما بقى فينا نطلب منها شيء، جرتنا هالدوله على الانهيار على الاخر، كيف بدك بعد تسمعيها وتنطريها؟ يعني بس بضل في امل ست أليس مغبغب، يعني طالما في اشخاص مثلكم مصره ان تضل عن جد وتضل محافظه على وجه بيروت ولبنان الثقافي، خاصه فيما يتعلق بهيدا القطاع، رح تضل الدنيا بالف خير، ورح يضل في شباب وصبايا يتابعوا هيدي الامور بفضلكم. كل التوفيق لكم، شكرا كثير ست أليس مغبغب، شكرا كثير لوجودك معنا. اما هلا مشاهدينا فبنتقل لهن. ضيفتي من هي وصغيرة بتحب السيارات، يعني ما بعرف إذا كانت تحب تلعب بالسيارات أو بس تصلح سيارات، وهيدا الموضوع اعتبروا أهلها أنه رح يكون مرحلة وأكيد رح يتغير على كبر، ولكن هي ضلت متمسكة بحلمها ومتمسكة باللي بتعتبره هي، لا أنا هيدا يلي بدي إياه وهيدا يلي بدي حارب كرماله. ضيفتي المهندسة الكهربائية رنا حايك، صباح الخير. بونجور. أهلا وسهلا فيك.
انت منيحه؟ هلا عم بتطلع فيكي عم تقولي لي انه بعد ما رحت اشتغلت باول جراج وديني صاحب الجراج على البيت ما عم بيركزوا الشباب، اكيد ما رح يركزوا الشباب. رنا اليوم لما بتطلعي بتشوفي صبيه لابسه التنو تبع خليني اقول اللي بيصلح السياره وهي يلي عم بتفك وهي يلي عم يعني قد ايه هيدا الشيء جديد على العالم العربي؟ ايه اكيد جديد على العالم العربي. هلا انا اول شيء تربيت ببيت ما بيفرق بين بنت وشاب، سو بس فتت على هالمجال وشفت رياكشن العالم قد ايه هن متفاجئين انه يشوفوا اول شيء بنت واقفه حد السياره، عرفت قد ايه هو شيء طابو اذا بدك وجديد. و يعني كل هالمرحلة اللي قطعتها وبحس بعد عندي مرحلة كمان صعبة كرمال يعني يتعودوا أكتر العالم أنه لا هيدا المجال لو معروف هو حكر على رجال فيها البنت تشتغل. لكن هو مش قصة تابو، خليني أقول غريب. يعني يمكن لأنه نحن تعودنا دايما أنه الشاب هو يلي بيقوم بهيدي المهمة، صح. أو أنه الشاب هو يلي بيصلح وبيفرط سيارة بيراكب سيارة، فبتحس أنه كتير غريب تطلع تلاقي صبية هيك بكل جمالها وحماسها وأنوثتها خليني أقول، لأنه كمان أنه تكوني أنثى مع يعني عم نطلع هلأ بالصور يلي عم تمرق على الشاشة أنه يعني بدها قوة. بيقولوا لك اخت رجال رنا؟ هلا بيقولوا لي اكيد بيقولوا لي هيك، لانه اول شيء مش بس انه مش متعودين انه يشوفوا بنت عم تشتغل هيدا الشغل، بس كمان مثل ما قلت انت يعني انا ما سمحت لهيدا الموضوع لو هو معروف انه هو بس الشباب بيشتغلوا ما سمحتي اسرع انوثتي، بالعكس يعني بلاقيها انا مثل كانه هي نقطه قوه لانه انا قادره احافظ على اثنين. يعني كيف حيلا بنت مثلا لتسي بتحط مسكرة او فيرني على ضفيره وبتروح على الشغل، انا نفس الشيء بلبس كفوف بحط مسكرة وما بخلي هيدا الشيء ابدا ياثر على انوثتي. حلو هيدا الشيء. طيب اذا بدي ارجع هيك للبدايات، انت وصغيره كنت تقولي لهم لاهلك انه انا بدي صلح سياره، بدي يكون عندي جراج؟ مزبوط. انا بتعرفي بس تبلشي بالمدرسه كل صف تطلعي بضلهم يسالوك بس تكبري شو بدك تعملي، هذا اكثر سؤال ينسأل. واكيد بيكونوا مستنظرين منك تقولي لهم محاميه حكيمه يعني حالها شيء، المهم قاعده ورا مكتب مثل ما بيقولوا انه نظيفه وهيك. انا من انا وصغيره كان جوابي هو واحد ولا مره تغير، بس اكبر بدي افتح جراج. هيدا الشيء هيدا الاصرار اللي عندي اللي ضال عندي كل الوقت. بس اكيد اول شيء ما صدقوا فكروك عم تمزحي. مزبوط. اما كانوا يشوفوني العب مع خيي مع بالسيارات وبس يروح بي، حتى اذا بده يعبي بنزين كنت احب روح معه لهالدرجه، بس بده يروح يصلح السياره روح معه. سو انه هيدا حب شغف يعني، بس مش حتتحول لمهنه وهالقد يعني اخذها للاكستريم. سو بس شافوني هالقد محمسه بي اخذني على جراج رفيقه، وكانوا مراهنين مثل ما انت بالبدايه انه اكيد انه ما رح احبها، مش منه جو البيت عنا ولا حدا من عائلتي عنده جراج يعني او بيشتغل بهالمهنه او حتى تتعلقي فيها الموضوع قدامي. فبس رحت انا لهونيك حبيتها اكثر، وكان المكان يعني كسر عندي حشريه انه كل ما اعرف شيء بدي اعرف اكثر بدي اعرف اكثر. فحتى في حلو هيدا الشغف، حتى انت وعم تحكي عن مهنتك عم تحكي عنها بحب يعني. يعني حتى بس اهلي كانوا يعني تقول لك قد ايه اهلي خلص فقدوا الامل اخر شيء، انه بس كان ياخذونا مشوار قول انزل قول لهم مرسي، قال لهم مرسي للسياره انه هي اخذتني وجبتني لهالدرجه. ف من بعدها مثل ما انت قلت بلشت شغل، بعدين صاحب الجراج قال له بيي انه ما تجيبها بقى لانه شغيله ما عم بيركزوا. فانا هون هيدي كانت التيرنينج بوينت تبعي عن جد بعدني بتذكرها. زعلتي انه قال هيك؟ زعلت كثير وعرفت انه انا ما خصني ما عملت شيء غلط، هيدا نظره المجتمع والرجل انه مش قادر يتقبل انه بنت عم تشتغل معه بهيدا الدومين. فهونيك انا قلت انه لا بدي اعملها، وكمان انه مرسي لاهلي عم يحضرونا هلا انه هن حطوني على الطريق الصح، لانه انا كنت بوقتها انه بتعرفي انت بس تقولي ميكانيسيا انه ما حدا بيتعلمها، بيقولوا اكثر انه بتاخديها مهنه او حدا علمك اياها كصانعه ما بعرف شو بقولوا، ايه انه بتتعلميها مش انه بتدرسيها بالجامعه. فقالوا لي اوكي رح نمشي معك مثل ما بدك، بس بدك تفوتي على الجامعه تعملي هندسه لانه بلبنان هي اقرب ستيب بانه تفوتك على هذا المجال. وهذا اللي صار. طيب بتتذكري شو كانت اول سياره صلحتيها؟ مثلا صلحتي سياره بيك شي مره؟ ايه كم مره الدولاب انفخت وغيرت الدولاب. هيدي كانت اول اكسبيرينس عشتيها مع سياره؟ بس اكيد كنت شايفتها بالجراج قبل.
رح دق لك رنا ما تجرسيني لاني ما بعرف غير دوري بالسياره اكيد انا بعلمك. طيب اليوم لما يعني فرجيتيني كيف الشاب بينظر لزميله خليني اقول بالشغل انه بنت وعم بتنافسه، طيب اليوم لما يجي شخص او زلمه او رجل للجراج اللي انت بتشتغلي فيه ويشوف انه بنت عم تعمل تشيك اب للسياره، هلا اول شيء التكنيشن اللي معي على طول بس فوت ما بيعرفوا بيقولوا لي مش عارفين كيف نتعامل معك، على طول بقول لهم مثلي مثلكم، اول فتره اكيد بوقف حدهم تشوف كيف سيستم الشغل، بعدين بصير عندي عفريت لإلي والتولز لإلي وسبيشال تولز لإلي ليساعدوني فك وركب من دون ما عوز حدا، وما ما بستحق اذا عزت حدا لانه قبلي بيكون شددها رجال يعني، عرفت؟ ثاني مره بس بيجي بحل لي اياها انا بكفي فك، او بس ترجع تجي السياره بكون انا شدتها على قوتي وعلى التورك ميتر وكيف بيقولوا الورك شوب مانيوال بقدر ارجع افكها لحالي. هلا للزبونات اكيد اول شيء بخافوا على سيارتهم مني يخافوا يسلموني اياها، بخافوا ملص البرغه ما اعرف فك وركب، بيوقفوا هيك يعني بخافوا يعني هذا الشيء مزعج اول شيء، بس بعدين بس يشوفوا انه لا وبصيروا يحكوا معي وبيعرفوا انا درستها ومهندسه وبشوفوا انه عم بشتغل كل شيء مزبوط لا بيرتاحوا شوي، في منهم بيرجعوا بجيبوا بنتهم تتشوف انه انا عم بشتغل. برايك رنا انت رح تصيري مثل لكل الصبايا يلي خليني اقول بحبوا هيدي المهنه ولكن بيستحوا او بخافوا انهم يمشوا هالطريق للاخر؟ يعني ان شاء الله. هلا ما بخفى عليك كثير بيوصلني مسجز من بنات على الانستغرام او على الفيسبوك انه عم بيقولوا لي انه هن بحبوا هيدا بس اهلهم ما بيشجعون، حتى في بنات بين عندهم جراج بس ما بيخليهم ينزلوا يشتغلوا معه لانه بنظروا هيدا الشغل مهنه مش للبنات. في يعني عم بتواجهي اهل هيك عم بفكروا. طيب اليوم اذا اهلك عم ينصحوك نصيحه يعني لما قررت انت خلص انا بدي هيدي الشغله، شو كانت النصيحه يلي اعطاك اياها بيك؟ اكيد بي وامي على طول كانوا بينصحونا انه انتبه على حالك وما تخلي العالم ياثروا عليك، واذا شيء زعجك انه دغري قولي وتعي قولي لنا، واول فتره كان بي او امي ينطروني بالسياره تيتاكدوا انه انا بتعرفي انه انفيرومون كله شباب صحيح. انا بنت لحالي كانوا يخافوا علي بس شافوا انه انا قد ودود صاروا عندهم ما الله عليكي يا رنا الاصرار اللي عندك مشترك مجال للشك ابدا اكيد انت قد ودود. اليوم شو حلمك يعني؟ اوكي اليوم عم بتشتغلي بشركه وعم بتصلحي السيارات ولكن انت هيك من جوا شو عبالك تحققي؟ هلا اكيد بعدين بحب سافر لبرا وكفي اوتوموتيف انجينيرنج لان بتعرفي بلبنان ما عندنا هيدا الاختصاص، اختصاص ديركت بالسيارات. اوكي شو بيصلح بالسيارات هيدا؟ كل شيء كل شيء سو واكيد من بعدها اذا الله راد بحب ارجع على لبنان وافتح جراج خاص لإلي، واكيد بحب انه كل التيم اللي يكون معي بنات هيك لنبخع كل شخص هيدي بسميها عنصريه انا عم تنتقمي من الشباب لانه يكون كل التيم بنات يعني ما بدنا نكون قدام الرجل اكيد ولا برا حده. كنت عم تقولي لي انه عندك خي؟ مزبوط. خيك شو عم يعمل؟ خي كمان عمل هندسه له علاقه بالسيارات؟ لا. لانه عاده الشباب هي بيبقى في عندها الحماس وبيبقى في عندها مزبوط. خي كنت العب معه بالسيارات بس يعني انا عندي خي واختي اكبر مني واثنيناتهم يعني كل واحد يعني اذا بدك بارع بشيء وكلهم كمان اثنيناتهم واقفين حدي وبيدعموني واختي هلا معي وانا كمان تدعمني على طول. بونجور. طيب شو الصعوبات يلي اليوم بعدك بتواجهيها رنا؟ يعني مرقتي مرحله ولكن اكيد بضل في صعوبات تقطع بوجهك. اكيد يعني اذا بدي كل يوم بواجه صعوبات بكل سياره بتجي جديده على طول بتعرفي انت مش على طول البروبلم هو ذاته بالسياره صحيح. اوقات بنسهر على السياره كثير كرمال نعرف شو العطل، فانا هون بس واجه هيك مشكله على طول بتحدى حالي ومثلا بطلع على الورك شوب مانيوال تشوف انا هيدي كل شيء متعلق بهذا الفولت تطبع الورقه وانزل ويكون عندي المعلومات كامله كرمال اثبت حالي على طول انه انا قد وانا بقدر صلح وبقدر عارف العطل وعالجه مني لوحدي. رنا يعني يمكن لما يوصل كنت عم بسألك عن الرجل لما يجيب سيارته يمكن برأيه انه بدها قوة بدها عضلات السيارة، فأنت هون كيف بتعوضي عن العضلات يلي ما عم بشوفوها عندك؟ أكيد هلا مع كل التطور التكنولوجي بطل بدها هالقوة البدنية اللي كانت معروفة قبل، وأنا يعني كل شيء ما بقدر فكه أو ركبه أو كل هالأمور بحسها قاسية علي، عندي سبيشال تولز وإذا في
شيء ما قدرت فكه. يعني هي معروفة بالطرق ميتة بتطول المسكة، كل ما طولت المسكة بصير الفك أهين. سو أنا مع الخبرة تعودت كيف حط تقل جسمي، وتعودت شو بدي استعمل كرمال أقدر ما عوز حدا، يعني أنا وعم فك وأنا عم ركب. شو أصعب كا واجهتي رنا يعني وكنت عن جد ناطرة مساعدة من الزملاء عندك؟ أول ما بلشت أكيد كانت هي أصعب مرحلة، وأصعب كا كان وقتها مثلا أكسر شيء بالغلط. يعني أكيد بتعرفي أنت أنه أوقات بكون عم فيك شيء ويكون على الحماوة بيكون مطقطق شوي، سو هونيك. بس مع الخبرة صرت أعرف كيف أرسم الميلة تما أكسره، وأنا يعني أتحمل المسؤولية أكيد. قد إيه لك رنا فعليا عم تشتغلي بجراج هلا؟ تقريبا 6 سنين. 6 سنين؟ واو، وقت كتير طويل. مع الجامعة كل الوقت بالصيفية ولا مرة وقفت، وحتى بالمدرسة بالصيفية أو حيال عطلة كنت روح أعمل ستاج. يعني بفتكر من بعد هيدا الانترفيو كتار من الشركات رح تدقلك تتكوني أنت بالتيم تبعها، لأنه عن جد عم تحكي بشغف وعم تحكي بحب، واضح قد أنت يعني حدا مش عم بيشتغل هالشغلة لأنه عباله يتحدى الرجل، ولكن لأنه عباله يثبت حاله. أنا بدي أتمنى لك كل التوفيق رنا حايك، كتير انبسطت بهيدا الصبحية، وعيب طلعت أنا ما بعرف غير الدولاب من بعد هيدا الانترفيو. شكرا لك. مشاهدينا بتوقف مع أول بريك بحلقة صباح اليوم ومنرجع. عن جديد برحب بكل مشاهدي تلفزيون الجديد وين ما كنتوا عم بتتابعونا، بعدنا مكفيين برنامج صباح اليوم والفقرات التالية. وهلأ ضيفي السيد محمد درغام رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير إليك ولمشاهدينك. أهلا وسهلا. يعني اليوم رح نحكي عن شيء شخصيا أنا كتير لفت لي نظري، لأنه خليني أقول مبادرة ما بدي أقول فردية، ولكن مبادرة يعني حلوة وجيدة خاصة فيما يتعلق بمنطقة الضاحية الجنوبية، هي خطة السير، خطة سير جديدة 2020. حلو نختم السنة بخطة سير جديدة نوعا ما، خليني أقول خاصة على أهالي الضاحية الجنوبية. صحيح؟ صحيح. خطة سير الضاحية الجنوبية هي خطة بلشت بنهاية 2017. نعم. كنا حابين نشوف كيف الضاحية الجنوبية بنقدر نطور حركة السير بقلبها، ونقرأ لها خطة سير استراتيجية على مستواها كله، وقسمناها لمرحلتين، مرحلة متعلقة بالبلديات. نعم. اللي هو الاتحاد بده ينفذها. نعم. ومرحلة متعلقة بالحكومة اللي هي جسور وأنفاق. نعم. عملنا استدراج عروض من خلال أهم 3 شركات على مستوى لبنان. نعم. وتم اختيار شركة خطيب عالمي لتطبيق الخطة. هذه الخطة أخذت بعين الاعتبار كتير تفاصيل، اندرست الضاحية الجنوبية. من الطبيعي الضاحية الجنوبية الكل بيعرف 800,000 نسمة، مناطق مكتظة، عشوائيات، خيامات. صحيح. شو فينا نعمل بالضاحية الجنوبية؟ كانت أول فكرة. يعني كانت مهمة صعبة. مهمة صعبة. فينا نمط الشوارع، شغلة صعبة. فينا نطول الشوارع، شغلة صعبة. فينا نزيد مواقف، كمان شغلة صعبة. تحركنا من الواقع الموجود بالضاحية الجنوبية وقسمنا هذه الخطة اللي هي على مرحلتين. أول مرحلة لجزئين، جزء متعلق بكل التقاطعات بقلب الضاحية الجنوبية. أنشأنا إشارات ضوئية جديدة متطورة، ربطناها بغرفة بنقدر نشوف كل الحركة على هذه الإشارات. واشتغلنا كل التقاطعات المطلوبة، كات آيز، دهان وغيره. يعني هيدا التقاطع ما بقى حدا عنده حجة، حطينا كل الإشارات التوجيهية عليه. وكانت الجزء الثاني من المرحلة الأولى نفوت على الشوارع الداخلية بالضاحية. بس أنا سؤالي أنه اليوم أنا إذا بدي حدد الضاحية الجنوبية، يعني مداخل كتيرة للضاحية الجنوبية، إذا بدي أنا أطلع هيك جغرافيا، مداخل الضاحية الجنوبية متعلقة مع بلدية بيروت، بلدية الشيح، بلدية الحدد، بلدية الشويفة. الضاحية الجنوبية من الشمال للجنوب بيقطعها كتير شوارع عريضة. نعم. يعني ولكن من الشرق للغرب، من 62 لليوم في كتير مشاريع استملاكات لم تنفذ. الضاحية الجنوبية من الشرق للغرب عندها مشاكل تقاطعات وعندها زواريب. كلنا بنعرف انه منطقه انبنت بايام الحرب الاهليه، في جزء منها انبنى بطريقه عشوائيه، في مواقف. هذا الشيء ما بيتغير. خلينا هذا الشيء يقول ما بيتغير، وهذا اللي قلته انا ما بقدر مط. انطلقت من واقع الخطه، قرينا الخطه بالواقع الموجود بالضاحيه الجنوبيه. نعم. ما شفنا الضاحيه الجنوبيه منطقه مسطحه وانا بدي اشتغل عليها. الضاحيه الجنوبيه منطقه قائمه تعج بالحياه. الضاحية الجنوبية اللي يمكن كتير ناس ممكن يكونوا ما بيعرفوها، صناعية، تجارية، سكنية. يعني الضاحية الجنوبية بقلب البناية بتلاقي المستودع والمعمل و و و وحركة دائمة، وفيها يعني ناس من مناطق مجاورة لها بتفوت على الضاحية الجنوبية لأنه الأسعار تنافسية بالضاحية الجنوبية. صحيح. في قلب بضاعة بالضاحية الجنوبية. صح.
قلنا بدنا نساوي خطة سير تتماشى مع الواقع. شو هي الخطة السير اللي بتتماشى مع الواقع؟ الطريق طريق لحتضلها، ولكن بدل ما تصير تضلها باتجاهان، قلنا لا، هيدي الطريق بتصير باتجاه، هيدي باتجاهان، هيدي باتجاه، هيدي باتجاهان، حتى باتجاه ايام ان شاء الله تكون بتستوعب هيدا الاتجاه. يعني غيرته، خليني اقول شوي، طريق الناس اللي هن معودين عليها من سنين لليوم. غيرنا طريق الناس اللي هن معودين عليها من سنين لليوم، وعملنا تحديد للاتجاهات بقلب الضاحية الجنوبية. من الطبيعي اول ما تنزل اي خطة جديدة، المواطن بده للوهلة الأولى يقول هيدي الخطة فاشلة. نقصتن للمواطنين. أكيد نقزوا، أكيد تضايقوا، دغري حكموا عليها بالفشل. أنا عم بقول لهم لا، تعالوا نحكم أول شيء، تعالوا نطبق كل الإشارات التوجيهية. تعالوا بالكم. تعالوا نطبقها، نحن جاهزين نقرأ كل ثغراتها، كل مواضيعها. ممكن ما حدا عم بقول إنه هيدي شيء منزل ونحن ما رح نغير في شيء. بأي لحظة منلاقي فيه خطأ بيتغير بيتعدل، نحن جاهزين دغري مباشرة نقول نعم، بس مش سلف. أوكي. ما بدي ساوي الخطة، ما بدي امشي بالإشارات التوجيهية والخطة فاشلة. وكأنه كانت قبل الضاحية الجنوبية كانت كتير سلسة وماشي، هي لو الضاحية الجنوبية كان وضع السير بقلبها ماشي ما جينا على كتير، كان في عجقة عطول، في عجقة. يعني أنا كنت أعطى الهم كل ما بدي يكون عندي مرأة من هون. برجع بقول 800 ألف نسمة على 18 كيلومتر مربع. أوكي. في بقلبها عدد كبير من المستشفيات، في بقلبها عدد كبير، يعني في بقلبها مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي. صح. في بقلبها في بقلبها 255 مدرسة. الضاحية الجنوبية بتحوي 255 مدرسة، هو كلهم بفوتوا بوقت واحد وبيظهروا بوقت واحد. كيف بدي اقدر انا اتعامل مع 255 مهمة مدرسة؟ صعبة. مهمة كتير صعبة. كانت الفكرة انه نحن نقارب هيدي الفكرة بالطريقة هيدي، انشأنا تقاطعات جديدة، وضعنا اشارات ضوئية جديدة، اشتغلنا على كل شيء ممكن ينشغل بقلب الضاحية الجنوبية. في شق صار مطلوب من الدولة اللي هو شق الجسور والأنفاق وتنفيذ بتخفف الاستهلاكات. ما في شك انه هيدي كمان بتلعب دور فيما لو نفذت صح. من الأساس انا قلت واول ما حكينا على الخطة، هيدي ما بتعالج 100%. صح. لن تعالج، وهيدي حتى نعترف انه ما بتعالج، بس بتعالج بمفعول كتير كبير. نحن عم نحكي من 40% لـ60%. اذا بلشنا بـ40 والتزمنا 60 بنوصل. صح. كمان المواطنين بدهم يعرفوا تماما انه الالتزام بالخطة مش يعني شيء سيء، يعني شيء جيد. طبعا. خلونا نلتزم وخلونا سوا نقراها. بما انه باقي معي استاذ محمد، رح ننتقل شو رايك على الارض على منطقة الضاحية الجنوبية، معنا الزميلة زينة الزغزغي لتقدر تعرف هيك، رح ناخذ راي الناس انت ومعنا وتسمع طبيعي. هيك شو هن نظرتهم للخطة، خطة السير بالضاحية الجنوبية. زينة صباح الخير. صباح الخير ماريات، لك ولضيفك. مثل ما قلت، يمكن أزمة السير هي أزمة بتطال لكل اللبنانية بلبنان. نعرف قد كلنا بنعاني من عجقة السير. هيدي الخطة يلي اليوم عم بيقوموا فيها تحديدا بالضاحية الجنوبية. أنا موجودة بحار تحريك. مثل أي خطة جديدة ماريات، يمكن بالأول تلاقي دعم من بعض الأشخاص وتلاقي اعتراض آخر من بعض الناس، يمكن يلي مش معودين أو معودين على اتجاه سير واحد على بيوتهم أو على أشغالهم. صحيح. أنا موجودة حاليا بحر تحريك تحت الجسر، مثل ما عم نشوف يلي صرنا نشوف انه حركة السير كلها باتجاه واحد. رح اخذ شوي اراء بعض الناس الموجودة هون على الطريق لنشوف شو رأيهم بهيدي الخطة. يعطيك العافية. شو بتخبرني شوي عن هيدي الخطة يلي عم بيقوموا فيها اليوم رئيس اتحاد بلدية الضاحية الجنوبية؟ هل عم بتحسوا انه الوضع صار اسهل لكم انكم تتنقلوا، او عندكم اعتراض معين؟ لا، نحن اعتراض ما في خطة ناجحة إن شاء الله وماشي حالها. وبعدين كانت تاخذ وقت من عند البنك العودة لمحل الحسنين بعد بلد حريك، كانت تاخذ معنا ربع ساعة أو 20 دقيقة، صار عم تاخذ معنا 5 دقائق بخط واحد. لأنه وبعض الخطط السير ببعض البلديات بسن الفيل وبرج حمود في خطوط عادية، بس العالم تصبر وتلاقي إن شاء الله بتلاقي طريقة. ما بدها شيء بسرعة، يعني بدها شيء طريقة يعني واحد يتمهل فيها ولا توصل معه شوي شوي بتزبط الخطة يعني إن شاء الله. يعني حضرتك كمان سائق سيارة عمومية، هيدا الشيء يمكن بسهل شغلك إنه ما يكون في عجقة، تقدر توصل العالم بطريقة أسرع ويكون عندك يمكن زبائن أكثر. طبعا أكيد، لأنه كان في خط واحد هني عاملين خطين، صار في عجقة كتير، نقعد فيه ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نص ساعة، هلا عم نوصل فيه بـ7 دقائق أو 5 دقائق الخط اللي عملوه خط واحد.
يعطيك ألف عافية. يعني هون ماريات عم نشوف قدي في أشخاص يمكن خاصة بأشغالهم المعينة بيقدروا يرتاحوا أكتر أنه يكون عندهم شغل أسرع ويوصلوا وينزلوا زبائنهم ويرجعوا ياخدوا زبائن آخرين. كمان هون عم شوف شخص وقف. شو بتخبرنا شوي عن هيدي الخطة بالضاحية؟ هل حسيت أنه هي خطة جيدة؟ هي خطة حلوة كتير، وبتشكر المسؤولين وبتشكر الجهات المختصة بهيدي الخطة، بس بتمنى أنه من الشعب يلتزم بهيدي الخطة، لهي خطة للبلد، لشعبنا، لأم العربية كلها ولجميع الدول العربية. بس وبتشكر اتحاد بلدية الضاحية، والله يعطيهم ألف عافية، وبتمنى أنه من المواطنين يلتزموا بهيدي الخطة لأنه خطة حلوة كتير. يعني حسب عم بتشوف حضرتك اليوم من سكان هون، هل عم بتشوف انه الاشخاص اللبنانية عم يلتزموا بهيدا القرار او عم بيكون في نوع من تعديات معينة؟ لا، في فئات معينة، مثلا في ناس ملتزمة في ناس ما ملتزم، عشان نكون واضحين وصريحين يعني مع بعض، بس الاغلبية ملتزمين طبعا لانه خطوة حلوة كتير. يعطيك العافية، يعطيك العافية. يعني مثل ما عم نشوف يعني زينة بدي أقول لك إيجابية حول هيدا الموضوع. بدي أقول لك شغلة زينة، إنه ما في شك إنه دائما لما بنعمل شيء جديد بدأ تنقسم الآراء عليه. يعني البعض رح يكون موافق على الموضوع والبعض الثاني يمكن خليني أقول رح يستغرب، لأنه ما تنسي إلنا سنين وأهالي الضاحية الجنوبية إلهم سنين بيمشوا على نفس الطريق، وخليني أقول مثل ما هن بدهم. اليوم لما يكون في خطة سير مجبورين يمشوا فيها رح يلاقوا صعوبة بالأول، وهذا الشيء كتير كتير طبيعي، ولكن هيك بنعطي شوية وقت لهالخطة انها تمشي، واكيد هن رح يحسوا حالهم مرتاحين ورح يكونوا تعودوا على السيستم الجديد بالطرقات. صح ماريات، وخاصة انه في اشخاص بيكونوا بيوتهم يمكن معودين انه بيوصلوا عليها تاخذ الدقيقة بطريقة يمكن هيك موحدة، يعني السير باتجاه واحد بيضطر انه شوي يبرم برمل اليوم، بس صح. ما بيعرف هو انه اول شيء بتكون يمكن هيك، بس بعدين هي نوعا ما رح تكون اسرع لهم. معي هون كمان سيدات من هيدي المنطقة، صباح النور، خبريني شوي شو رأيك بهيدي الخطة اللي انعملت؟ هل انت معها وعم بتحسي انه العجقة السير عم بتخف، الزحمة عم بتكون اقل او لا؟ هلا اي شيء بنظم السير واي شيء بخفف من عجقات الطريق كثير منيح، يعني المهم تكون العالم مرتاحه، يعني اي خطه بهالبلد بتريح المواطن انا معه، اكيد انا معه. يعني عم بتحسي انه التنقلات صارت اسهل؟ اكيد، يعني هلا كل ما خف شوي عجقه السير كل ما صارت التنقلات اسهل، كل ما توصلي لمشوارك يعني اسرع، يعني احسن ما تقعدي مثلا بالفان او بالتاكسي مثلا ساعه او نص ساعه تنتري السير لحتى يمشي، لا انه هيك احسن يعني. بعدين كثافه السيارات عندنا بالمنطقه هون قسم الضاحي يعني كثافه عجيبه، يعني ما بتحسي مثلا اثنين ثلاثه ماشيين بالشارع؟ الشاحنات لازم يخففوها، عم تأذي، عم تعمل حوادث الشاحنات، لازم يكون لها خطه بالليل مش بالنهار بين العالم، والسرعه والموتوسيكلات اللي بتفوت بقلب السيارات. هلا وانا نازل من البان كان حيروحوا مره، بدي زت قدام بنت صبيه، زت قدامها، منيح اللي انتبهت يا حرام، كان روحها. لا هي ما بيصير حرام. يعني مثل ما عم نشوف ماريات يعني كمان هون عم بيطالبوا يمكن تغييرات معينه. تفضل عم. نعم، شو المطلوب؟ شو السؤال؟ شو رايك بخطه سير يلي عم بيقوموا نعم. فيها بلديه رئيس اتحاد بلديه نعم. الضاحيه الجنوبيه نعم. هل بتحس انه هي خطه منيحه جيده؟ لا مش جيده. ليه مش جيده؟ لانه كان في مطارح هلا باخذك انا على الرويس حد شارع بات المقداد، كان الشارع واسع كثير ضيقوه، مطارح ضيقوها كتير كتير، عرفتي كيف؟ يعني كانت السير أزبط وأقوى، في مطارح حولوا السير بعكس السير ومدري شو، هو حولوه كله باتجاه واحد مش مختلفين، بس في مطارح كانت واسعة ضيقوها، بدل ما يضل السير ماشي واسع بلا ما يسع أربع سيارات صار يسع سيارة واحدة بالخط، يعني ما بعرف أنا خط يعني مش ضابط السير، بس لكن أرحم من غيره، أرحم بس مش ضابط زينة حتى يتعود على الموضوع. يعني على الأسراد هذه نصر الله، في مطارح ضيقوا الطريق كتير مش مزبوطة الطريق، يعني بس ما بتلاقي أنه نحن اليوم بلبنان لازم يكون في عنا خطة سير، يمكن أول شيء تكون شوي بعد في محلات صعبة. أفضل من محلات على أمل أنه يصير الخطة سيري وتخفف من عجقة السير نهائيا. إن شاء الله أنا بتمنى، أنا ها وطني لبنان، بتمنى ببيروت إن كان بالضاحية بالشرقية بالغربية يكون في سير وخطة سير سيفتي على كل الناس وتمشي على كل الناس ويلتزم فيها كل الناس. لا اسمع، احترامي لك، ما في شيء بيزبط هون، ما بعرف، في ناس بتمشي بعكس السير وما بيهمها، وفي ناس مدعومه ما بيهمها،
وفي ناس بيطبوا على القانون بس فقيره معطره بس ما إلى حدا. يعني هيدي هي. شكرا لك زينة. ما في شك انه الشعب اللبناني اصلا عنده نوع من اليأس صار من كثير مواضيع بلبنان، بس على امل انه هيدي الخطه تسري بالضاحيه الجنوبيه وترجع تعم بكل لبنان وتخف زحمه السير. شكرا لك زينة زغزغ، انت كنت معنا مباشره من منطقه الضاحيه الجنوبيه. استاذ محمد عوده لك، يعني حبيت انه نسمع مختلف الاراء، وهيدا الشيء يمكن بيساعد للتحسين او لاعاده النظر. او قالوا شيء على كل حال السيدات بما يخص الشاحنات، وانت هون كنت عم بتوافق وقلت لي معهم حق. اخذنا بعين الاعتبار بالخطه المرحله اللاحقه في كميونات وسكس ويلات للطناج 8 او 10 طن بحق له يفوت بالنهارات على الضاحيه الجنوبيه. نعم. ولكن السكس ويل والكميونات اللي بتتجاوز ال 10 طن او 12 طن، نعم، هو بده يكون عنده، بدنا نامن مطرح اي مؤسسه بدها تستلم بضاعتها بدها تستلمها من قلب عقار، بتروح هي بتجيب بيك ابات وبتنقل لجوا. وهيدي مشكله كثير كبيره عم نعاني منها بالضاحيه الجنوبيه، انه بتفوت قاطره ومقطوره على شارع ما بيستوعب قاطره ومقطوره، بيقطع كابلات الكهرباء وغيره. هيدي رح تخلق لنا ازمه لقدام، رح نشوف انه انتم عم تمنعوا عنا التجاره، ولكن بكل بلدان العالم انتم عم بتنظموها. خلينا نقول عم ننظمها بكل بلدان العالم، الدخول الى المدن نعم محدد بعدد من الاليات او باوقات معينه. ممكن نسمح بفوته هول الاليات، ولكن لنقول من الساعه 1 بالليل للساعه 4 او للساعه 5 بوجه الصبح بتفوت بتفضي بضاعتك اشتغل بالليل. بس انت ما فيك تاخذ، لانه نقله الاليه الكبيره بتاكل مطرح 10 12 سياره او 15 سياره بحركتها. نعم. طب ما انا هيدي الحركه بحسبها بالدقائق وبالثواني. صحيح. حتى اقدر لاقيها. الست الكريمه الحجه الكريمه نعم كانت محقه. اما فيما يعود للخطه على السيد هادي، ضيقنا ووسعنا، خلقنا مسارب اضافيه على السيد هادي. يعني انا اليوم زدت تقاطعات مع اشارات ضوئيه متطوره حتى اقدر لاقي مفارق. انا ليش بدي اعمل يوتيرن عن مسافه كثير بعيده؟ خلقت لك اشاره وقاف، وخلقت لك مسرب انطور دورك ورجع فوت على نعم. شارع ثاني ما ضروري تقرب بعد كيلومتر او نص كيلومتر لتقطع. لا، حاولنا نخلق بالخطه شيء، ما رح اقول شيء، يعني ما اخترعنا البارود ولا الذره، احنا اشتغلنا مع الواقع كيف هو وانطلقنا من هيدا الواقع. نعم الخطه اليوم ما حدا يعيب عليها يقول مش منيحه، وقت نلتزم بالقانون بكل شيء مش بس بالخطه، الانسان يعني الانسان المواطن بس يلتزم بالقانون بكل شيء، بالنفايات بالغذاء بكل شيء. صح. انت بتوصل للهدف المنشود. قبل ما نقوس على الخطه خلونا نقرا اشاراتنا توجيهات. اليوم بالضاحيه الجنوبيه ما كان في اشارات توجيهيه، ركب ممنوع الوقوف وا وا وا. اليوم كنا نعمل ضبط يقول لك مش حاطط لي اشاره ممنوع، هو يكون موقف بمطرح. صح. هو الانسان لحاله بيعرف انه هذا المطرح غلط بعرقل حركه السير والانسيابيه. اليوم لا، حطينا اشارات، رح ياكل ضبط ورح ياكل مع الضبط صوره، ورح يتوجه الضبط لبعبده. وما يعني الانسان على طول عم يتحججوا المواطنين اللبنانيين بالازمه الاقتصاديه، على راس الازمه الاقتصاديه، مقتنع انا معهم. ولكن هلا هيدا اسمه عم نحسن لكم المنطقه. هيدا ما بيعني ابدا اذا في ازمه اقتصاديه انا خالف القوانين اللي موضوعه، لانه انا لازم التزم بالقانون لحتى نعم. كمان اطلع من الازمه الاقتصاديه. يعني خلينا نقول نحن جاهزين لكل تعاون، جاهزين لكل الملاحظات، بس كمان ما معقول يمرق اي شخص يعطي ملاحظات على خطه سير. انا مهندس بس انا ما بعرف بالترافيك، ما بعرف بالطرق، رح بسأل أهل الخبرة طبعا. كما الإعلامي كما. على كل حال هي نفس الخطة كمان سبق وبلشتها جارتكم، خليني أقول منطقة الحدد برئاسة رئيس البلدية جورج عون. وكمان بالبداية كان في شوية صعوبة من قبل الناس أنه تتقبلها، ولكن اليوم كلهم بيشكروا على هيدي الخطة، فرح يرجعوا يشكروك أستاذ محمد درغام، يشكروا اتحاد بلديات منطقة الضاحية الجنوبية. كل التوفيق لكم. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا. شكرا. وطبعا إذا في من ثغرات خليني أقول للمواطنين أنه أنتم رح تشتغلوا أنكم تصلحوها وتزبطوها. كيف في كلمة أخيرة بدك تقولها؟ إيد لوحدة ما بتزقف، أنا وهني بدنا نزقف لنوصل على الطريق السليم. أي ملاحظات رح تاخدوها بعين الاعتبار. أبدا جاهزين نخدها بعين الاعتبار. شكرا كثير لك أستاذ محمد درغام. أما هلأ مشاهدينا فبروح لفقرة لبيروت.
مع قرب عيد الميلاد في كتير ناس يمكن منا حاسة بالعيد، في كتير ناس زعلانة، في كتير ناس يأسانة، في كتير ناس عم بتقول ما بعرف كيف بدي عيد أو ما بعرف كيف بدي تمرق هالفترة من الأعياد يلي مفترض تكون كلها فرح وأمل وسلام ومحبة، ولكن مع الأسف يمكن نظرا للظروف يلي عم نقطع فيها كتار من الناس هيك خليني أقول حابة تضلها بحداد نظراً للأوضاع يلي عم نعيشها ونظراً للأيام الصعبة يلي كلنا عم نمرق فيها، ولكن في شباب وفي هيك فئة من الناس حبت ولو بموضوع كتير صغير أنها تدخل البهجة لقلوب العالم. رح أحكي أكتر عن بيروتتنا. مين بيروتتنا؟ شو هي بيروتتنا؟ رح أعرف كل التفاصيل من أحد منظمي هالحدث، بشير مجاعز. صباح الخير. ما بعرف إذا بشير عم يحكي، أنا مش عم بقدر أسمع صوته. مرحبا، عم تسمعيني؟ يس هلأ عم بسمعك. هاي أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ بشير. لفيك يعني بس هيك سمعت بيروتتنا، شو هي بيروتتنا؟ شو الهدف من بيروتتنا؟ أوكي، أول شيء بتشكرك على استضافتي، لأنه هذا الحدث يعني رح يبلش اليوم عشية ورح يكفي من هلأ لآخر الشهر لأبعطيك التفاصيل. الهدف منه هو خلق منصة اجتماعية ثقافية ترفيهية اقتصادية لإعادة إحياء شوارع بيروت. انطلقت الفكرة يعني مش من زمان كتير، من كم جمعة. نعم. وقت لاحظنا انه يعني قرب العيد، واذا ما عملنا شيء رح يصير الوضع بعد اصعب لقلنا، يعني المعنويات بالارض واخطر شيء وقت المعنويات تكون بالارض، ما بعد فينا نرجع نقلع من جديد، خاصه لما بتكون الاعياد هالقد قريبه وبعدنا نحن عن جد مش حاسين انه نحن قادرين نفوت بجو العيد او انه نعيش العيد مثل ما لازم. اكيد، لانه وما كان كثير عندنا خيارات، يعني يا بدنا نضلنا ناطرين يقطع العيد وما بعرف شو رح نضلنا ناطرين بعد اكثر ما ناطرنا، يا بدنا نفل، يا بدنا نجرب نعمل شيء على القليله يرجع نوع من الأمل للناس، خصوصاً بهذه الفترة. يعني بعتقد إذا منجرب قد ما فينا نساعد بعضنا بهذه الفترة أنه نرجع نخلق جو بيتضامنوا الناس فيه وبيرجعوا بيخلقوا حياة بالمدينة، بعتقد هذه المرحلة بتصير نتفي أسهل نتخطيها. صحيح. فأجت الفكرة بهالطريقة. أستاذ بشير، قبل ما نكفي حوارنا أنا وياك خلينا نشوف شوي هيدا التريلر، هيدا الفيديو، وبرجع بنحكي أكثر بكل التفاصيل المتعلقة حول بيروتتنا. يعني عم نشوف الميكينج اوف كنا استاذ بشير، والحلو انه حسي انه انا عن جد تحمست، حسي انه خايف في شيء هيك يغير لي شوي الجو التعيس خليني اقول يلي كنت عايشته. تحديدا وين رح يصير هيدا الموضوع؟ بيروتنا وين رح تعيش ترجع؟ في ثلاث احياء بوسط بيروت هي رح يصير فيها الحدث. اول شيء باسواق بيروت، النقطة الثانية هي بمنطقة الصيفي فيليج. والنقطة الثالثة بشارع أوروغواي. يعني خليني أقول أكثر مناطق تضررت من انفجار 4 آب، أكثر مناطق يمكن كانت الضج بالحياة، اليوم نايمة، اليوم غافية، اليوم أخذة خليني أقول بريك قبل ما ترجع تنطلق عن جديد، والانطلاقة عن جديد رح تكون معكم ان شاء الله. هلا في اكيد مناطق كمان تضررت كثير، بس كمان الضرر كان كثير كبير بهيدي المناطق، منشان هيك ما قدرتوا انكم تكونوا هونيك موجودين.
لا اكيد اكيد يعني وهي الفكره عن جد انه اذا منخلي التغيير الايجابي يلي نحن عم نعمله على الارض يكفي للمستقبل بعتقد بتسهل شوي علينا كلنا انه نقطع هيدي المرحله الصعبه. نعم. شو رح يصير استاذ بشير؟ يعني مين الاشخاص اللي رح يكونوا موجودين؟ مين الناس يلي يعني انا بس انزل لتحت انا شو مفروض شوف؟ شو مفروض اعيش؟ اليوم اول نهار بصير في افتتاح للمهرجان مع نعم. ابراهيم معلوف. نعم. ابراهيم معلوف هو رح يكون موجود على الارض من تنظيم بيروت شانس فيستيفال. بيروت شانس بتعرفي يعني صارت مؤسسه صحيح. بحد ذاتها يعني الناس صارت تنطرها كل سنه 13 سنه عم بيعملوا شغل فظيع حدث يعني كل اللبنانيه بيجوا بيحضروه صحيح. وصار رجع دخل شوي ثقافه الموسيقى بالمدينه مثل ما نحن بنحبها. بيروت شانس عندها فضل كثير كبير على هالمهرجان لانه هي رح تقدم 4 كونسرتس رح يصيروا بفترات مختلفه. هلا البرنامج رح يكون على الفيسبوك بيج وعلى الانستا بيج مع التفصيل، بس رح يكون في 4 كونسرتس. اول واحد لهم ببلش مع ابراهيم معروف اليوم على الساعه 6. في كمان رح يكون جي مانوكيان، نعم، طارق يمني، نعم، وفي الكورال تبع بيروت شانس كمان رح تكون موجوده. بالإضافة للكونسرتس اللي منظمتهم بيروت شانس ضمن الفستيفال، في رح يكون كريسمس ماركت، رح يكون في سوق الطيب، ما رح يكون موجود على الأرض. في كتير محلات تشجعت أنه ترجع تفتح. بتعرفي وقت اجتمعنا كلنا معهم كل واحد لحاله ما قادر يقوم بالمبادرة، بس نجمعوا كلهم شافوا أنه عن جد إذا الكل بيساعدوا بعضهم بيرجع بيصير في نوع من التضامن، بيرجعوا بيتحمسوا ويرجعوا يفتحوا. وأكثر من هيك في كتير محلات تضررت بالانفجار، طلبنا من كتير ناس يجوا هن يستفيدوا منها، عم بياخدوها ببلاش على كل هيدي الفترة تيعرضوا الأشياء اللي بدهم يبيعوها. في كتير إذا بدك نحكي بالتفاصيل بأنواع التجارة والديزاينرز والأكتيفيتيز اللي عم بتصير على الأرض من هلأ لـ30 الشهر. يعني أستاذ بشير عن جد أنه بهيدا المبادرة بهيدا الحدث بأنه بيروت عم ترجع عن جديد برغم كل الدمار يمكن يلي حاصل، برغم كل المأساة يلي عشتها. وأنا بعرف أنه حضرتك من الأشخاص كمان يلي ضرروا بانفجار مرفق بيروت، ولكن ما الاستسلام ما بيشبهنا يمكن، وعم بتقلنا انه كل هالناس يلي اجت وحطت ايدها بايدنا هي كرمال نرجع نعيد احياء بيروت حتى لو على طريقتنا. ايه اكيد، والفضل كبير هو لكل هالاشخاص اللي شاركوا بالتنظيم، لانه عن جد يعني الوقت كان بدهمنا، بلشنا مش من زمان لانه استوعبنا قديش صرنا قراب على العيد وبعد ما في شيء كان عم بينعمل. في رح يكون معنا كمان منظمات غير حكومية هي عم بتشارك بالحدث، هي فعالة كتير على الأرض من وقت الانفجار المرفق، يعني كتير عم بتساعد. رح يكون عندها كمان فضل كبير على إحياء هيدي المناطق، رح يعملوا مثل نقاط معينة بالأسواق through online subscription، فيها الناس تجي تاخد هدايا للأولاد وكله هيدا free of charge. رح يكون أكيد في بروسيجر معينة رح تطلقها يعني هالمجموعات منشان الناس اللي ما قادرة اليوم عن جد كانت تعيد مثل ما لازم ترجع تلاقي شوي حالها بجو أفضل. طيب اليوم استاذ بشير لما كنت عم بحكي انا وياك قلت لي انه الهدف مش بس انه نسلي الناس او هيك نخلي الناس ترجع تعيش ايام العيد، ولكن ايضا لتحريك العجله الاقتصاديه، بس بدي اعرف منك شو قصدك بتحريك العجله الاقتصاديه بوقت العالم عم بتنازع اقتصاديا؟ ليك اكيد ما رح يعني نلاقي حلول جذريه هلا، يمكن بس عم نساعد قد ما قادرين نساعد. العجله الاقتصاديه بالمعنى الكبير يمكن منه بين ايدينا اليوم، واكيد منه بين ايدينا. اللي قادرين نعمله نحن اليوم هو على النطاق الضيق، على هالسكيل الضيق تبع المدينه، نعم، انه يرجعوا الناس يلي قادره اليوم ترجع تفتح محلاتها، عندها اذا بدك محلات فيها ترجع
تقلق بسرعه كثير، ما تضل لحالها بمنطقه فاضيه. يعني بس نحطهم مع بعضهم كل هالناس سوا عم بيرجعوا يخلقوا نوع من الحياه. هلا ما فينا نحن نجي نقول انه عم نرجع نحسن الوضع، اكيد لا، بس هيدا على القليل بخلينا نهدي ونضلنا واقفين على اجرينا من هلا لا كان تحسن الوضع. وكنت قلت لك كمان شغله كثير مهمه، انه هيدي المبادرة، يعني المنصة يلي عم نطلقها لبيروتتنا، مهرجان بيروتتنا لفترة الأعياد، هي أول خطوة عم نعملها، لأنه المشروع هو على المدى الطويل. نعم. يعني بس ما عم نفكر بس شو بدنا نعمل بشهر، عم نفكر للمدى الطويل كيف فينا نرجع نخلق الحياة بوسط بيروت. بصراحة كنت بدي أسألك أستاذ بشير، أنه مع انتهاء هالحدث يلي بيخلص ب30 كانون الأول، هل رح تنطفي الأضواء إلى ما لا نهاية، أم رح ترجعوا الضوء بمطرح تاني بطريقة تانية؟ قد ما قادرين، قد ما الوضع بيسمح لنا، إن شاء الله من الوضع ما يصير أضرب من ما نحن فيه اليوم. أكيد هيدا طموحنا، وطموحنا يعني أكيد بيصير فعل على الأرض إذا في كتير ناس عم بتساعد بهيدا الشيء. ومنتمنى أنه هيدا تكون أول خطوة، بداية لاستمرارية للمستقبل. أستاذ بشير، أنا رح أختم معك بعنوان الحدث يلي اخترتوه، بيروتتنا. بيروتتنا بيروت مين؟ يعني حسيت انه كانه كثير قريبه على القلب، يعني كانه هيك البيبي تبعنا الجديد يلي نحن مبسوطين فيه. ليك الاسم يعني اكيد في حنان كثير كثير فكرنا فيه، وبنعتبر بيروتتنا هي بيروت الكل، بيروت كل اللبنانيه، واي حدا بيعيش ببيروت او بحب بيروت او بيجي على بيروت هيدي لقله بالنهايه. وعم نعطيها كل هالحنان لانه بنعتبر انه بيروتتنا هي جسم حي مثل الانسان، المدينه هي جسم حي. اذا بنعطيها حنان ومنجرب قد ما فينا نساعدها، لانه بعتقد يلي صار فيها ما صار بغير مدن، شيء يعني شيء ما بيتخيله الواحد يلي هالمدينه عم صحيح. تقطع فيه من وقت على القليله، من ما انا خلقت بعرف من شو عم نقطع بكل هالفترات يلي قطعت. بقى كثير مهم انه نكون عن جد عم نحس بالمدينه مثل كانه جسم اليوم مريض، وعم نساعده يرجع يعيش من اول وجديد. وبعتقد هيدا بيرجع لنا بالمستقبل، لانه هي علاقة متبادلة بيننا وبين المدينة. صحيح. فمن هون اجت فكرة بيروتتنا، لأنه كلمة قريبة على القلب، قريبة للكل، طالعة من اللغة العامية وفيها كتير ايموشنز وهيك حنان. واضح قد ايه عم تحكي هيك بشغف عن بيروت المدينه وبيروت الصديقه وبيروت البنت يمكن حتى وبيروت الاخت. مثل ما قلت مش رح تتخلى عنا ولا نحن رح نتخلى عنا، والدليل هالمبادره يلي حضرتكم قمتوا فيها، وان شاء الله دائما بيكون في مبادرات لاحقة. شكرا لك بشير مجعد، شكرا على كل هالمعلومات يلي اعطيتنا اياها. اما على مشاهدينا فمنروح لمش غلط وساندرا فواز. في كتير ناس بعدها مفكرة إنه الكورونا مجرد غريب عابر ما بيترك أي تأثير بالجسم بعد الشفاء. هيدي المعلومة غلط. من أعراض الكورونا شعور بالتعب الحاد، ضيق التنفس، وجع شديد بالرأس، اضطرابات بالنوم، ووجع بالصدر والمفاصل والسعال، وفقدان حاسي الضوء والشم، والطفح الجلدي، وارتفاع الحرارة. هيدي الأعراض بتترك أثر على بعض الأعضاء مثل الرئتين والقلب والدماغ، وهيدي الأعراض بتستمر بعد التعافي مثل ضيق التنفس، وحتى مع أبسط مجهود بيبقى لفترة طويلة. وبحال إجراء صورة صوتية للرئتين بعد التعافي ممكن نشوف الأثر الخطير اللي تركه هالفيروس. فقدان حاستي الضوء والشم بتستمر لفترة طويلة أيضاً بعد التعافي. أما الدماغ فعند العديد من المرضى ظهرت أعراض عصبية تتوافق مع التهاب الدماغ والنخاع العضلي، وتعرف باسم متلازمة الإرهاق المزمن اللي بيبقى أكثر من 6 شهور. وكتير غيرها من الأعراض ممكن تستمر لوقت طويل ومنها ما بيرجع لطبيعته، وما بدنا ننسى الأذى النفسي اللي بتتركه هالتجربة البشعة. وهالمرة رح قلكن غلط، غلط تستخفوا بهالمرض، غلط تستلشقوا بوضع الكمامة، وغلط أيضاً ما تلتزموا بالإجراءات الوقائية.
ابقوا بالبيت وفكروا بأهلكن وبالناس اللي بتحبون. هالمرض ما عم يرحم لا كبير ولا صغير. هيدي كانت المعلومة المغلوطة لليوم. لاقوني بكرة بمعلومة جديدة. شكرا لك ساندرا فواز. مشاهدينا بتوقف أيضا مع فاصل إعلاني وبرجع لتابع ما تبقى من صباح اليوم. نرجع مشاهدينا لنكفي برنامج صباح اليوم. بعرف أنه في كتير أشخاص خاصة هلأ مع قرب الأعياد بيكونوا عتلانين هم زيادة وزنهم، وبعرف أنه في كتير ناس يمكن عم بتعاني من السمنة وزيادة الوزن ومن عارفة شو هي الطريقة الأفضل لا تتخلص من هالكم كيلو زيادة. ما تعتلوا هم، مش ضروري دايما يكون الحل هو العملية الجراحية، خاصة يلي بدون ينزلوا 4-5 أو لحد 10 كيلو يمكن أكتر على كل حال. هلأ هيدا الشيء بنعرفه مع ضيفة دكتور علي خليل المتخصص بالجهاز الهضمي علاج السمنة وزيادة الوزن عن طريق التنظير. يعني رح يكون في عنا طريقة جديدة نحكي فيها إلها حل. اليوم كنا غرفة العمليات وفرجينا اللايف، يعني فرجينا الاندوسكوبيك سليف جاستروبلاستي. مريضة وزنها تقريبا بال 86 كيلوغرام، بدأت تضعف بحدود ال 20 كيلو 18-20 كيلو. العملية أخذت تقريبا 35 دقيقة. حطينا 4 قطب، زغرنا المعدة. ما بعرف بالفيديو ببين بالأول كيف كانت المعدة. كانت المعدة شكلها المعدة مثل فاصوليا بس على كبير، بعدين صارت مثل الموزي بنانا شيء. زغرناها للمعدة، حطينا 4 خيطان، وهيدي التكنيك تقريبا مثل أكورديون، يعني منمرق السوتش ومنمرق الخيطان بكذا محل، نعمل بايتس، نعمل محلات ناخد فيها المصل تبع المعدة أو عضلة المعدة، ناخدها بالإبرة، بعدين منشد الخيطان، بيجوا خيطين مع بعض منشدهم لحنا عن طريق النادور، بتصغر المعدة منضبها مثل أكورديون. هي المعدة بتكون مرتاحة، عاملة رولاشمون، لحنا منشدها منخليها مشدودة عن طريق الخيطان ومنكبسها كبس للخيط. هذا الخيط بدوم مفروض فترة طويلة كتير. نحنا يمكن كنا عم نحكي عن هاي التكنيك. هاي التكنيك كمان ريفرسبل، يعني هاي التكنيك لحنا لما بنحط الخيطان. نفترض في ناس بتحس حالها انه بدها تاكل او عملت ديبرشن او تضايقت من قله الاكل، هذا الشيء قليل ما يصير قليل، بس ان كيس الواحد غير رايه او بده يعمل شيء ثاني نقدر لحنا نفوت ونشيل الخيطان. سو هودي الخيطان ريفرسبل، بنحطه وبنشيله. عاده لحنا ما بنتمنى نشيلهم، بنحطهم فتره طويله لانه المريض في كلفه وفي بانج وفي عمليه صارت، بنتمنى انه المريض يبقى فتره طويله عليهم. هلا مثل ما لحنا حكينا يمكن بالريبورتاج او مثل ما بنعرف، المريض هلا بيطلع غرفته خلال ساعه من الوقت. هلا في ريكفري تايم تقريبا نص ساعه. البنج هو بنج عام، بنج منه طويل الامد، مشان هيك الريسك هو قليل. انا دكتور علي خليل، التطور العلمي عنواني والجهاز الهضمي اختصاصي. يعني موضوع بهم كتار من الناس، رح نحكي عنه مع دكتور علي خليل المتخصص بالجهاز الهضمي بعلاج السمنة وزيادة الوزن عبر التنظير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك دكتور، كيفك؟ الحمد لله. يعني كنت عم شوف العمليات اللي عم بتصير عن طريق التنظير، هيدي فينا نعتبر أنه عم بيتقدم كتير الطب لهالدرجة، ولكن سؤالي هل كل الأشخاص فيهم يخضعوا لهالنوع من العمليات؟ صحيح. هلأ اللي احنا عم نعمل هلا، نحن عم نسوق العمليه جديده. نعم. صار تقريبا شيء 3 سنين عم تنعمل. نعم. بلشت بامريكا مش باوروبا، لانه اوروبا الناس ما في كثير عندهم زياده وزن. صحيح. بلشت بامريكا وبالبرازيل،
ونحن تقريبا بلشنا بقبل 2018 نعملها بالشرق الأوسط، بلشنا بلبنان عم نعملها. مثل ما تفضلتي في شريحة من الناس ما بيقدروا يروحوا على العملية. ليه ما بيقدروا يروحوا على العملية؟ لأنه ما بيقدروا ينزلوا بالوزن كتير. صح. عمليات الجراحية هي كتير منيحة للأوزان العالية، بتصغر المعدة عن طريق الجراحة. الجراحة ممكن يكون كمان متطورة عن طريق جراحة المنظار، بس نحن هون العملية كاملة عن طريق النادور كليا. بهي الشريحة من الناس اللي بقى تنزل بين 10 15 حتى لل 20 كيلو بيوصلوا لل 20 نحن بيقدروا يستفيدوا من هي العملية، لأنه هي العملية سيف أمينة، ما بتعرض الشخص لبنش طويل، عملية سريعة مثل ما شفتي 35 دقيقة ممكن لل 45 أو 50 دقيقة. بس عم نحكي عن بنج عمومي هون صح؟ بنج عمومي بس. أوكي. طبعا البنج دائما وقته قليل، والبنج دائما طبعا بيختلف على نوع العمليات. لما عمليات فيها شق، فيها عم نشتغل بقلب البطن، عم نفتح الجلد، عم نفوت على قلب البطن، بدها ديب أكثر العملية، بتكون الأنستيزيا فيها والتخدير بيكون أكثر أعمق ووقت أطول. نحن عم نرخي بس المريض، يعني ديب سيديشن، عم نحاول نرخي لفترة 40-50 دقيقة لنحن نعمل هيدي العملية الخياطة. إيه في عنا كذا تقنية دكتور قلنا أنه اليوم بدنا نحكي عنهم، في الخياطة، في حقن البوتوكس، وفي نحط البالون. البالون صحيح. بشو بتحب نبلش؟ بالخياطة بما أنه حضرتك بلشت صحيح. فيها. الخياطة هي أجدد واحدة. الخياطة هي الميزة تبعيتها أنه الريكوفري تبعيتها، يعني بعد العملية الواحد ما بيحس بأوجاع كبيرة، بحس بس بسبازم هيك، تشنج بعضلة المصران، بحس أنه في عنده شوية لعين نفس لمدة 24 ساعة، بس تاني يوم بيطلع من المستشفى بيسوق السيارة، بيرجع شغله، بيرجع يمارس حياته الطبيعية. يعني سريعة، خلينا نقول سريعة جدا. سريعة. هلا بأمريكا بيطلعوا المريض نفس النهار وبيعملوها بغرفة النادور، وبيعملوا بس تنويم يعني عالي إذا بدك، بين التنويم وبين البنج العام. هلا نحن شوي عندنا البوبوليشن شوي نيئة، يعني الواحد ما بده يحس بشيء، بخافوا، خليني اقول في شوية يعني خوف، بنخليه بقلب المستشفى لتاني يوم، بنعطيه نحن أدوية بالمصل مشان ما يصير في عنده هذه الكرامبس أو أوكي. التشنج بالمعدة، بنعطي أدوية للعيان النفس وللوجع، وتاني يوم أغلبية المرضى يعني أكثر من 99% بفلو. من المرضى بفلوا وبيرجعوا لحياتهم بشكل طبيعي، بيرجعوا لحياتهم الطبيعية خلال يومين ثلاثة، ممارسة الرياضة بعد أسبوع، الرياضة الخفيفة، وبعد 15 يوم فل انرجي، فول سبورت، بيعملوا اكتيفيتيز. طيب دكتور بما انه عم تقلي عن هالانواع الثلاثه من عمليات التنظير او من خلال النادور بتتم، طيب انت حضرتك كيف بتميز انه هيدا الشخص بده هيدي وهيدا بده هيدي وهي بده الثالثه؟ صح، بما انه انت قلتي شخص ما انه مريض، يعني الشخص جاي لعندك على اجري، جاي بده حل او طالب استشارتك لبده حل، نحن نقعد لحنا والمريض بناخذ القرار لحنا وياه، او لحنا والشخص اذا منه مريض. اذا كان مريض يعني عم بيعاني من مشاكل صحيه كبيره مثل مثلا تضخم بالكبد او شحم على الكبد او سكري او زياده بالضغط او مشاكل وبده ينزل بوزنه بيرمننتلي يعني لسنين عديده وكذا، بنحط الخياطه الخيطان، لانه الخيطان بس نوضعها لحنا بالمعده فينا ما نشيلها، فينا نتركها على طول، ما بتأثر، ما عندها، ما بتعمل حساسية. هذه الخيطان مثل أي خيطان عملية جراحية، يعني لما بنشيل الزيادة، لما بنشيل المرارة، بفوت الجراح بحط خيطان كومباتيبل، ما المفروض يعملوا أي مشاكل أبدا. نعم. وهن معقمين وبينفتحوا بينحطوا بالمعدة. هلا الشخص اللي ما بده بيرمننت سوليوشن، يعني ما بده شغلة طويلة الأمد، بده والله مثلا مرة حاسة حالة زادت وزنها، كان في لايف ستايل معين مثل الكورونا، قاعدين بالبيت فترة طويلة، بعدين طلعوا، بعدين بيروحوا على البحر، حابين يعملوا سبور، جسمهم حاسين زادوا 4-5 كيلو ل 10 كيلو 15 كيلو، هون في لحنا وسائل كمان غير تقليدية وسهلة وبالنادور ومنها جراحية، منخسرهم وزنهم لمدة معينة، يعني من البوتوكس فينا نحقن البوتوكس بعضلة المعدة. عم نحكي عن أبر كمان دكتور، أبر بقلب المعدة كمان عن طريق المنظار، منحط لحنا بنقط معينة من عضلة المعدة أو من تجويف المعدة، منحط نقط معينة من البوتوكس بتخفف حركة المعدة، بتبطل المعدة تطحن الأكل بسرعة، مش هناك حركتها بتخف، بتبطل تطلب أكل كمان، بتبطل بيبقى الأكل، بيبقى الأكل فترة طويلة بجوف المعدة، بيبطل الإنسان مثل ما تفضلت يطلب الأكل لأنه بحس بشبع سريع. هلا الحل الثاني اللي بين اثنين، هلا البوتوكس مشكلتها أنه في ناس بتستجيب أكثر من ناس، كتير فاريابل، تفرق كتير،
طبعا النساء او اغلبيه الاشخاص اللي بيعملوا بوتوكس مثلا بحسوا انه مثلا البوتوكس اخذ على ناس صحيح اكثر من ناس، وهيدي بالاستيتيك وبالبلاستيك سيرجري بيعرفوا. بقى احنا مرات بيستفيد المريض عليها بشكل منيح، مرات لا، يعني اتس كثير فاريبل، لانه ما عم نوضع شيء، احنا ما عم نزخر حجم المعده بس عم نقلل حركة المعدة. نعم. يعني حسب منصيب العضلة هيدا شو نتيجة دكتور؟ يعني عم بتقول أنت أنه إذا ما بدها تكون لطويلة الأمد كعملية من خلال النضور، أنه هل كم فترة اللي جاية؟ يعني عم نحكي عن أشهر، أشهر عم نحكي عن أسابيع، أشهر تمتد من 10 أيام، وبالتالي بتتخلص من الوزن الزايد يلي زادته من خلال طريقة أو نمط صحيح. عيش معين. صحيح صحيح. أوكي. طبعا لحنا بموضوع السمنة وزيادة الوزن، لحنا أنا عادة بشتغل مع فريق عمل، يعني بشتغل عادة مع أخصائيين للتغذية. طبعا لأنه بده يكون في كمان نظام غذائي معين يتبع هذه العملية. صح. هل هي بصعوبة هالنظام الغذائي بصعوبة نظام الغذاء المتبع من خلال العملية الجراحية؟ صحيح. أو أقل؟ لحنا بنجي بين الناس اللي ما قادرة تلتزم بنظام غذائي معين، وبين الناس اللي خايفين تعمل عملية جراحية. لحنا بهالجروب بهالشريحة من الناس اللي هي ما بدها تلجأ أو تعبت من الدايت وما بدها تروح على العملية الجراحية، خايفة إنه تضعف كتير، وزنها منه كتير مهيئ لتعمل عملية نعم. جراحية، بيجي شغلنا. يعني أنتوا الحل المثالي أنا برأيي. هلا شريحة كبيرة من الناس. لأنه في كتير ناس يمكن مش قادرة تعمل صحيح. عملية منها فوق ال 100 كيلو، مثل ما حضرتك تفضلت وقلت بين 60 70 80 وبدها إنه تخسر هالكم كيلو زيادة. صحيح. وبيبقى عندنا كمان نحكي عن البالون. صحيح. بس لأختم بالبوتوكس، البوتوكس هن ناس بدهم يضعفوا 4 5 6 7 كيلو 8 أوكي. كيلو وخايفين، لأنه البوتوكس هي أكثر عملية ما فيها وجع أبدا، سريعة، بيعملها نص ساعة ساعة بيقعد بغرفة التنظير وبيطلع المريض دغري. نعم. كمان عم نحكي عن بنج عمومة؟ لا، بنج خفيف جدا، بس تنويم مثل الناضور العادي، بس زايد تقريبا شيء 6 7 دقائق أكثر، نعمل حقن للبوتوكس وبيطلع المريض. هون إذا واحد بيخاف مسرسب ما بده يفوت حتى لغرفة العمليات، البوتوكس هي وسيلة آمنة سريعة، ما عندها سايد إفكت، ما عندها تقريبا بنسبة عالية كتير، ما عندها أي تأثيرات جانبية. هيدي بفتكر كتار رح يعملوها هلا، لانه هلا بما انه قلت لهم ما في داعي انكم تدخلوا على غرفة عمليات ومع وجود كورونا حمستهم يعني. صحيح. هلا بالنسبة للبالون، البالون عنده حسنات وعنده سلبيات. الحسنات انه قريب تقريبا من العمليات الجراحية، لانه بننفخ البالون، ما بعرف اذا في صورة له، البالون بينفخ بجوف المعدة، يعني بغطي بخفف. عم نحكي عن البالون انا بعرفه، وانه لا غير نوع بالون. البالون تقريبا هو ماده سيليكون بينفخ طبعا قاسي وكومباتبل، ما بيعمل اي تحسس، ما بيعمل اي مشاكل. عم نشوف صوره دكتور، ما بعرف اذا هذا هو البالون. اكزاكتلي. هذا البالون منفوخ، بنحط بس عم ندخل، خلي اقول انه عم ندخل ماده على جسمنا، يعني ما بعرف هذا الشيء ممكن يخلي الناس تخاف او تنقز او يكون عندهم، خلي اقول علامات استفهام اكثر يمكن. اوكي. البالون بينوضع مثل ما شفنا بغرفة الناضور، بينوضع كليا عن طريق المنظار. نعم. البالون هو صحيح جسم غريب، بس مادة السيليكون على فكرة هذا البالون FDA approved، يعني المنظمة الصحة العالمية، مش الصحة العالمية، الفود اند دراجز يعني الأمريكانية، سمحت من تقريبا من 7-8 سنين أعطاؤه لكل الناس أو الناس اللي قادرة بدها تنزل وزنها. هو بشكل كتير كبير سيف، أمين. أوكي. ما في مشاكل أبدا. أوكي. ما بيعمل ألرجي، ما بيعمل مشاكل أبدا، خصوصا إذا نحط بطريقة سليمة. نعم. وإذا نعطى الأدوية المضبوطة بعده، يعني إذا نعطى أدوية الأسيد مشان الأسيد ما يحتك معه في إله. من الأشخاص يلي إجمالا بتلجأ لوضع البالون بجسمه؟ نعم، وضع البالون هو قلنا لحنا بيصغر حجم المعدة، يعني مثل ما شفتي البالون أخذ حجم للمعدة. صح. يعني عندنا هالغرفة حطينا فيها لحنا، حطيت فيها يعني غراض، بدل ما كانت 50 صارت 10، نزل الفوليوم تبع المعدة، يعني هون ميكانيكال عم نعمل تقريبا قريب. نعم. من الخياطة وقريب من العملية عم نصغر حجم المعدة. نعم. هلا هيدا فوائده، فينا 7-8 كيلو بده ينزل، لحديت 20 كيلو بنقدر نعمل عملية البالون. طيب دكتور، امتى بتبلش تبين النتيجة يعني مع البالون اذا بدي احكي؟ إن كان البالون أو عملية الخياطة النتيجة بتبين سريعة، لأنه أول 15 يوم الشخص أو المريض ما بيقدر ياخد إلا سوائل على جسمه، يعني ديجا هال 15 يوم اللي هي فيها فول فلويد دايت، يعني عم ياخد سوائل، بينزل هيدي إجباري، يعني هيدي إجباري. أو أنه هو يعني أو أنه أنتم بتقولوا له يشرب سوائل ليضعف، أم هي هيدي
إجباري ليه؟ لأنه لما بنعمل نحن عملية الخياطة بصير في بصير محل الخيطان بيكون شد كتير المعدة بالأول، مستحيل تتقبل سوليد فود، يعني مستحيل تتقبل الأكل القاسي. بالنسبة للبالون نفس الشيء، أول ما ينوضع البالون وخصوصا أول 4-5 أيام لأسبوع كمان بيعمل تقلص المعدة لتتقبل البالون، بتعمل تقلص كتير، بتكون كتير صغير المعدة، وعاملي مثل رياكسون أنفلاماتوار حد البالون، يعني عاملي مثل هيك تنفخ حد البالون. لا ترخي بدأ أتليست 1 ويك، يعني أسبوع لترخي حد البالون. مش هيك نطلب من الشخص لحنا يشرب سوائل. نعم. طبعا السوائل بتخلي الواحد يكون مرتاح، لحنا فيها طبعاً. سوائل في يمرق سوائل فيها هاي بروتين، صح. يعني بروتين عالي بتأمن له المناعة، بنمرق شوية فيتامينز معها، يعني السوائل بتنزل الوزن بطريقة سريعة بس أكيد ما بتعرضه للخطر. دكتور معلش في سؤال، يمكن إذا حدا عامل عملية بيعرف أنا شو قصدي، نظرا بالعمليات الجراحية عم بحكي، حتى لو من بعد ما يتبع نظام غذائي ولكن بعد كم سنة بيرجع بينصح. بالضبط. وكأن شيئا لم يأكل. بالضبط. هل بهالنوع من العمليات كمان لازم المريض ينتبه؟ صحيح صحيح، لازم ينتبه. السؤال كتير محوري وأساسي. أنا بقول له للشخص اللي إنه إيد واحدة ما بتزقف، لحنا في علينا لحنا في عنا بنعطي موتيفيشن تحفيز للشخص اللي هو مش قادر، عم يطلب لحنا تحفيز أو عم يطلب منا بوش مساعدة. لحنا بنعمل هالتقنيات لحنا ما نتجنب عمليات وما نفوت بعمليات خطرة. نرجع بنقول هيدا شخص فايت على إجري، لحنا الهم الأساسي اللي بنوصل لنسبة عالية الخطر، إزالة الخطر أو عدم حدوث أي خطر عنده. نحن الحمد لله كل العمليات اللي انعملت بالتنظير قليل ما صار في اي مشاكل خطره. نرجع للريزلت، نرجع للافيكاسي. خطر قلنا نحن بنسبه عاليه ما في خطر، بنرجع للافيكاسي لهيدا. نحن هيدي اكيد المريض بده يساعدنا، اذا ما عنده موتيفيشن ما عنده اراده حتى ما ترجع تعيد العمليه، لمرحله نحن وياه. دكتور اخر سؤال، قد ايه بتكلف العمليه او بدك يتصلوا فيك حتى يعرفوا؟ يتصلوا الكلفه تقريبا كل عمليه لها كلفتات، لأنه كل عملية إلى الأكسسوريز وإلى تقريبا المعدات. شكرا لك دكتور علي خليل، أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا ميرسي ميرسي. مشاهدينا آخر بريك بحلقة اليوم وبرجع لأيليد. نرجع لآخر فقرة بالبرنامج الصباحي لنعرف أكثر عن أيليد. ومعي بطلت أقول عنك الجاسترانيا حقيقة، صرت أنت الصديقة وأهل البيت، وأهلا وسهلا فيك. كيفك اليوم؟ الحمد لله. حبيت مبارح لما قطع الوقت وما دقيت لك أنت قلت لي وينك، مالك بالعادة تغيبي عن الحلقة، لأنه مبارح عن جد كان فول داي صراحة. شفنا تصير طبعا يضار رائع، يعني متوقع شيء كتير. ما بدنا نحكي كتير، بدنا نتركها سيربريز، بس رح يشوفوا المشاهدين ابتداء من الجمعة الجاية بروموشن خاصة بالأعياد. وميرسي كتير لنضال بكسيني على كل حال. رانيا اليوم قلتي لي رح نحكي خاصة بهالوقت من السنة بتبلش الشركات تعمل البلان تبعها، وبعملية التسويق عم نحكي لألا. نحن دائما بديسمبر بنعرف انه بنسكر سنه وبنبلش بسنه جديده. صحيح. تنزل ميزانيه يعني. تنزل الميزانيه على السنه كامله. بس عاده بالايام قبل كانت تنزل ميزانيه ضخمه. ليه؟ لانه ما كان في عندنا لا كوفيد 19 ولا ازمه دولار ولا ثوره يعني ولا ندفع. كان بلبنان او بالدول العربيه عم بحكي وبالخارج. فالسنه حتختلف شوي الميديا بلان، وحبيت احكي اكثر عنها كيف، لانه نحن مضطرين نضل عم نشتغل. الشركات والان جي اوز وكل الاشخاص اللي عندها سيرفيس مضطره تضل قائمه. فالسنة كيف تكون تركيبة الميديا بلان تبعنا رح تختلف بطريقة بس تضل فعالة جدا. بال 2021 صارت الميديا بلان بتكون أكثر ديجيتال، يعني نحن الميديوم تبع التي في والأوتدور والراديو حيضلوا موجودين إن كيس معنا إكسترا بادجت، بس حيكون انتقالنا أكثر على الديجيتال. وإذا نحكي ديجيتال شو عم نرجع نحكي؟ عم نرجع نحكي عن أهمية الويب سايت. برجع بذكر إنه الويب سايت هو تذكرة كل شركة، كل إن جي أو، كل شخص عنده سيرفيس عم بقدمه. سو نحن مثل ما حكينا بالحلقات الماضية في عندنا ثلاث أنواع ويب سايت، اللي هو الإي كوميرس، العملية الشرائية اللي عم بتتم أونلاين، واللي هلا كلنا بنعرف إنه خاصة صارت هي يلي ربحاني. خليني اقول يعني صح. نرجع بنحكي عن الويب سايت الانفورماتيف اللي بيحكي عن السيرفيس اللي بخلي العالم تفوت تقدر تعمل ريسيرش عنهم، والان جي او
لأنه مثل ما بنعرف كمان هلا كل العالم بقى تعمر بيوتها من وراء الانفجار، سو ناس كثير بتتبرع، سو الويب سايت صار شيء كثير أساسي، ما بقى فينا بال 2021 ما نكون موجودين. هلا تننتقل بالويب سايت كيف نحن بنكون موجودين؟ أكيد في الـ SEO اللي هي Search Engine Optimization اللي هن keywords بنشتغل عليهم سنوياً كرمال دائماً نحن بالسيرش تبعنا على جوجل نقدر نبين. أنا ما في أعمل ويب سايت كثير قوي إن كان إي كوميرس أو إنفورماتيف أو NGO ما أقدر بين، يعني كيف بدهم ينبشوا علي؟ فمضطرة أشتغل على الـ SEO إن بارلل بدي أشتغل على جوجل أدز. هدول الطرق لازم يكونوا موجودين على الميديا بلان، أنا إذا أي وورد بحاجة اكتبه اقدر لاقي هالويب سايت موجود، ما اضطر فوت على الصفحة 10 وما كنت حسيته انه هالويب سايت قوي. ولا ما حدا رح يوصل للصفحة 10 بهيدا الوقت صح. يعني نرجع للنقطة الثانية اللي هي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا صديقتك السوشيال ميديا صديق كل العالم، يعني صار كل حياتنا على السوشيال ميديا. صار في تولز كتير مطوره بفيسبوك وانستغرام اللي هي شوب اون انستغرام وشوب اون فيسبوك، سو كل الاشخاص اللي عندها اي كوميرس ويب سايت صار في عندها عده طرق تقدر تعرف من وين عم يجي التسويق، مش بس من الويب سايت او جوجل اد، فيها تكون من السوشيال ميديا. سو السوشيال ميديا للي ما عنده صار مجبور يكون عنده. سو نحن عم نحكي اكيد فيسبوك انستا تويتر لينكد ان سناب شات، اكيد كل زبون حسب شو النيدز تبعه بالسوشيال ميديا. وبعدين انتم بتساعدوه كمان رانيا، يعني في حدا بيجي بده بيقول يمكن بفكر انه ولا انستا هي اكثر شيء، بس انتم بتقدروا تنصحوه وتقولوا له وين مزبوط يتوجه. ما هي بالميديا بلان نحن كل زبون بنشتغل له على استراتيجي كيف لازم ينطلق، اكيد بنكون عملنا اسسمنت للسنه اللي ماضيه شو الاشياء اللي لازم بعد نضوي عليها ونقوي عليها. بالسوشيال ميديا بنعرف كلنا عم نواجه مشكله البوست لانه تفرش ماني صح بعدها موجوده، بس بمحل معين بدي اذكر كل الاشخاص والشركات انه دائما الاجانس بس تشتغل على البوست بيكون عندها تولز اقوى اللي هي انه هي بتقدر تاخذ اسعار محبزه من السوشيال ميديا. ليه؟ لانه نحن بيبقى عنا ضخ اكونتات، سو السعر اللي بتاخده الاجنسات غير عن الاشخاص اللي دغري هي عم تعمل الادز تبعها. سو التولز تبع الادز على السوشيال ميديا هن كتار وكثير فينا نضوي عليهم وبحاجه نكون موجودين فيهم. والنقطه الاخيره اللي حابه احكي فيها هي اليوتيوب. نحن مثل ما حكينا بالحلقه الماضيه مع نضال عن الفيديو واهميه صح. الفيديو سو بالفيديو نحن مضطرين نسوقه. اليوتيوب شانل هي الشانل الوحيده اللي بتخلي الفيديو يكون واضح ومبين. سو نحن على يوتيوب كمان عنا عده انواع ادز حكيت فيهم بالحلقات الماضيه نقدر نحطهم وندوي عليهم بطريقه كمان كيف ما برمنا بالكيوردز اللي عم نستعملها على جوجل نستعملها على يوتيوب. سو الديجيتال مين اكثر الناس رانيا يلي بتلاقي نتيجه على يوتيوب؟ خليني اقول ليك اكثر الناس اللي هن بيعملوا كوميرشال اد واضحه وصريحه، ان جي اوز الشركات. يعني ما في انا اجي اسوي فيديو لحالي انه والله انا اليوم طلعت على التي في وعملت حلقه وحط على يوتيوب واخذ فيدباك، لا بده يكون في برودكت، في سيرفيس، في ان جي او، في ميشن معموله نقدر نضوي عليها. سو دائما باليوتيوب والفيديو اللي بنختاره اللي قلناه قبل مع نضال الكونتنت كثير بيلعب دور، يعني اللي بده يشدني هو الكونتنت. سو نحن وقت عم نحكي بالميديا بلان فيها تتقسم لثلاث اشهر لست اشهر لسنه، اكيد نشتغل من بارلل مع بعض، بس اكيد محبز تكون سنويه لتنعرف نحن قد ايه بقي معنا بادجت، اذا كان عندنا اكسترا نقدر نروح اوت دور او تي في او راديو اللي هن الميديوم اللي نحن معودين عليه صحيح. واللي اكيد ما في غنى عنهم، يعني قد ما يكون الاونلاين ضارب اكيد هدول الميديوم بضلوا هن الاساسيه. سو اليوم بدنا نحكي ولكن الناس بتحس رانيا اكثر انه صحيح التلفزيون والراديو لا يزال دورهم كثير كبير، ولكن نظرا يمكن مثل ما عم تحكي للبادجت القليل الناس عم تضطر انها تروح على السوشيال ميديا. بتقدر هي تجمع الاثنين؟ يعني بتقدر هي تقسم هذا البادجت انه تاخذ شوي راديو تي في شوي سوشيال ميديا؟ ما هون الشطاره ايليد اللي نحن بنعمله بالميديا بلان، نحن بالبادجت اللي بيعطونا اياه السنويه بنقدر نشتغل على كل الميديوم يكون موجود، يعني كيف ما برمتي يطلع لك هالاكونت تبع هالزبون او تبع هالان جي او. سو دائما الاجنسات محبز هي تكون عم تشتغل على الميديا بلان. ليه؟ لانه بتبقى عارفه التولز المناسبه بالاستراتيجي تبعها اللي تقدر تخلي هالزبون دائما مضوى ودائما العالم موجود يعني ويكون الاسم، لانه بتعرفي يعني اليوم اذا بدنا نشتغل اعلان الاسم بس تسمعيه اكثر بصير عندك حشريه تتعرفي على البرودكت يلي عم بقدمه اكثر. صح. وبدي اقول لك شغله انه الديجيتال ما بقى فينا نوقف بمحل معين نقول انه لا هيدا ميديوم ثانوي، لا بطل ثانوي صار كثير ضروري بحياتنا. صح. انت بحياتك ما بقى فيك الدقيقه اللي بتاخديها على الدعايه يمكن بتفوت على تليفونك بتطلع على واتساب او صح. على السوشيال ميديا. سو هدول الامور صارت اساسيه، يعني صارت هويه كل بزنس، ما بقى فيه يوصل زبون
على 2021 يقول لي لا أنا ما بهمني يكون على السوشيال ميديا أو ما بهمني يكون عندي ويب سايت يعني. فمشان هيك نحن حبينا هالحلقة نحكي أكثر عن الديجيتال بالميديا بلان. وإن الله راد كمان حخبرك سيكريت في شيء في شيء حنعمل بالحلقة الجاية أنا ومصطفى حنكون في مثل سمول أوفر عاملينه للشركات كرمال ندعمة تقدر تشتغل هالميديا بلان تبعها بطريقة صح بس للشركات رانيا والإنجوز لأي حدا لكل حدا حتى فيهم يكونوا أفراد يعني أشخاص حابين يكون لهم إطلالة أو وجود على السوشيال ميديا كمان ولكن ما بيعرفوا كيف بدهم يكفوا هيدا الطريق لحالهم كمان بتقدروا أنتوا تساعدوهم حيكونوا كريسمس جيفت هؤلاء كريسمس جيفت أنا اسمي بالليستة أنت حاصل لقالك الشركة كلها ثانك يو كثير رانيا حايك حبيته فإذا جمعة الجاي بنوعد المشاهدين إنه رح يكون في شيء كثير حلو بانتظارهم أنت ومصطفى إذا رح تشاركوني طيب بس هيك حب أحكي شوي عن البادجت لأنك حكيتي عنه رانيا لأنك بالضمان وبالمجال قديش عن جد قل البادجت يلي عم يندفع إذا عم نحكي شركات أو إن جي أوز أو غيره هيك المشكلة الدولار كثير فرقت يعني في أشياء بتحكي فيها بسعر الصرف عم تأثر على أشخاص مشان هيك نحن اخترنا هالحلقة تكون عن الديجيتال ليه لأنه بيجي بيقلك أنا ما عندي هالقد بادجت ما بقى قادر أعمل يمكن كل هدول الأشياء مشان هيك نحن بآيليد وقت حكيت بأول الحلقة أنه نحن بالبادجت كله بنشتغل عليه تنقدر نقسمه تيكون كيف ما برم يقدر يتواجد هالزبون يكون موجود وفعال على الكامبين تبعه تبع 2021 كتير فرق البادجت كتير كنا نحكي بادجتات كتير كبيرة صرنا نحكي يمكن ب20% من قيمة البادجت بس بعده هال20% بآيليد قادرين نأمن له ريزالت يكون هو كتير مبسوط منه ويعمل ريتيرن اون انفستمنت له هيدا الأهم يعني. ورانيا أنت بتعملي له الخطة يعني بتعملي له كيف بدهم ينصرفوا هولي خليني أحكي عن هال20% اللي عم تندفع اليوم كيف لازم تنصرف وين لازم تنصرف وشو هي النتيجة الأفضل يلي بيقدر إنه هو يحصل عليها صح نحن بعد ما نعمل الستدي تبعنا بالماركتينج استراتيجي لأي زبون أو أي شخص أو أي إن جي أو بنكون نحن شفنا شو الأنسب اشتغلنا على الكومبيتيتور كيف عم ينشغل شو الأنسب نحن نقدر نعمله تيقدر يدوي على هذا الزبون بالطريقة الصح لأنه دائما أوقات في أشخاص بيجي بيقولوا لك أوكي أنا معي هالقد بادجت وكله بدي أحطه على السوشيال ميديا ما لا يمكن أنت البزنس تبعك يمكن مش بس السوشيال ميديا هو مناسب لك كمان الويب سايت كتير بيلعب دور خاصة نرجع نحكي إنه الإي كوميرس صار عم ياخد كتير وقت فالعالم مش كل العالم تعرف بويب سايتات الإي كوميرس إذا ما فاتت عملت سيرش عليها أو إذا ما شافت الدعاية لها سو هدول التولز الأساسية بالماركتينج ديبارتمنت نحن شغلتنا نقدر نعمل هالريسيرش صح تنقدر نوصل الزبون للمطرح الصح بالنهاية لا وعلى كل حال اليوم خاصة الأشخاص يلي لا تعنى كثيرا بموضوع السوشيال ميديا وما بتعرف فعلا وين تستثمر صح يعني لما تروح عند آيليد بتكون عارفة عن جد إنه تحط إيديها بمي مسقعة يعني أنا بعرف كخبرة شخصية معك كمان رانيا قد بعزبك وقد بسألك أسئلة ولكن لا عن جد دايما هيك بتعطيني أوقات نصايح أنا ما بكون منتبهت لها أو ما بكون شايفتها فهيدا الشيء لازم عن جد هيك لأنه عن خبرة عم بحكي إنه لازم يتكلوا عليكم ومثل ما قلنا شهرتك مجروحة فينا ثانك يو وشهر ديسمبر مثل ما قلتي هو شهر العطاء شهر العطاء أنتم وياهم كمان لأنه بدهم يعطوكم حتى أنتم كمان تقدروا تعطوهم الأفضل ما بدك هيك تخبريني شيء صغير عن جماعة الجيش لا سيربريز اوكي رح انطر سيربريز انا ثانك يو لك رانيا حايك من آيليد ناطرتك الاسبوع اللي جاي فاذا مشاهدينا لهون بوصل لختام برنامج صباح اليوم شكرا لانكم تابعتونا وان شاء الله تكونوا استمتعتوا ومثل ما هيك بلشنا نحن نعيش اجواء عيد الميلاد بتمنى انه الكل كمان يقدر يزرع بسمه على وجهه لو بابسط الامور يلي عم بعيشها اما هلا فبنتقل لعند الزميل شادي خليفه وموجز الاخبار شكرا لكم